يقول خدت هالموم وقفلت الباب الحديدي وركبت مع راعي الدينة، وانا جاي اركب الا مسك يدي واحد، الا جاي جماعة الخير شخص من وراي وطعني يا جماعة الخير. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله، الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة. والله شوفوا، والله اتكلم معكم جد، الشيء اللي قاعدين تسوونه قسم بالله العظيم شيء مرة جبار. الله العظيم اني ادعي لكم من كل قلبي ربي يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الارض ويكتب لكم الخير وين ما وليت وجيهكم له، والله يسعد ذا الوجه اللي قاعد يسمعني ويشوفني، شكرا بما تعنيه الكلمة. الشيء الثاني يا جماعة الخير، قصة اليوم قصة من الرتم الثقيل مرة، وهذه الكلمة دائما اقولها، قصة عادي في يوم من ايام تشوفها في احد الافلام. قبل ما نبدا في قصه اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه، واذا شفت عدد اللايكات في هذا المقطع اعلى من المقاطع اللي فاتت راح احاول يا جماعه الخير اني ارفع الانتاجيه بشكل اكبر، لان هذا الشيء راح يعلمني انكم صدق متحمسين تشوفون القصه اللي بعدها. فيلا خلينا نبدا في قصه اليوم. مثل ما انتم عارفين يا جماعه الخير ان القصص تحكينا اشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه يا جماعة الخير حسين. يقول حسين القصة هذه كان لها أثر في حياتي بشكل كبير مرة، والقصة هذه ما راح أنساها طول حياتي. يقول حسين يا جماعة الخير بدت هذه القصة من انتقالي من مرحلة السادس ابتدائي إلى الأولى متوسط، ولكن قبلها خلوني أعلمكم عائلتي من كم شخص متكونة وأسلوب عائلتي أصلا كان كيف. يقول عائلتي مكونة من أب وأم وأنا حسين وأخوي اللي أصغر مني. يقول بدايتنا كانت في حي متوسط الدخل مرة، يعني الأجارات فيه ما كانت مرتفعة مرة ولا هي برخيصة، ولكن كانت الحياة فيه ماشية. يقول بدت قصتي من انتقالي من الصف السادس ابتدائي إلى الأولى متوسط. يقول في كل مرحلة أنا قاعد أنتقل لها كنت دائما أحس أني شخص كبير في العمر وأني أنا كبرت وأن مسؤولياتي معها تزيد، ولدرجة برضو كنت أستنكر الأشياء اللي كنت أسويها في الابتدائي. يقول المهم انتقلت لصف أولى متوسط، كان معاي في اثنين من أخوياي وهذول الاثنين من أفضل الناس اللي كنت مخاويهم، اللي هم يا جماعة الخير أحمد وفهد. يقول أحمد شخص طيب على نياته بشكل أنتم ما تتوقعونه، فهد خويي شخص ذكي ويعرف يتصرف في المواقف الصعبة. وطبعا القصة هذه ما صارت في الأيام اللي إحنا فيها موجودين الآن، لا، القصة هذه صارت قبل ما يقارب 25 سنة من الآن. يقول في ذيك الأيام اللي في أولى متوسط لما تشوف أشكالهم والله العظيم إنك تعتقد إنهم كبار مرة، يعني لو تجيب شخص الآن في أولى متوسط من الجيل القديم وتجيبها الآن راح تستغرب من عمره هذا. يقول المهم في أولى متوسط وأنا وأخوياي ذولي، وكنا دائما نحس يا جماعة الخير بروح الفتوة، تعرفوش معناها الفتوة، ولكن لما يفهمها الشخص بأسلوب ثاني يصير حرفيا معناها مختلف. يقول حسين كنا نعيش شعور إن إحنا كبار وإن إحنا رجال ونقدر نتصرف على الشيء اللي إحنا نبغاه، وكانت أول حركة سويناها أثبتت لنا قوتنا وكنا نعتقد فيها إن إحنا رجال. يقول حسين أول جرية حرفيا أو حركة سوينا اللي اثبتتنا ان احنا صدق رجال. يقول في اولى متوسط جانا فهد، سلام عليكم كيف حالكم يا عيال طيبين؟ قلنا والله بخير ابشرك. قال اسمعوا وش رايكم نسوي جريه اليوم؟ يقول حسين قلت له وش الجريه؟ وش تبغى تسوي يعني بالضبط؟ قال لي فهد اسمع يا حسين انت واحمد ركزوا معاي زين، اليوم نبغى نجي للمدرسه بعد العصر وخلونا نتواعد عند باب المدرسه واذا وصلنا راح اعلمكم كل شيء. يقول حسين اول ما سمعت الكلام هذا قلت له طيب شكل الموضوع يعني في شيء كويس راح نسويه. قلت له خلاص يا فهد على وعدنا بإذن الله نكون عند باب المدرسة الساعة 4 العصر. قال خلاص وعد لحد يسحب عيال، ها مو بتسحبون علي تراني انتظركم الساعة 4. يقول حسين قلت له خلاص تمام. يقولهم خلصنا اليوم الدراسي هذاك ورحت لبيتنا وصدق على الساعة 3 ما صليت في البيت، رحت صليت يا جماعة الخير عند مسجد قريب من المدرسة. طبعا المدرسة تبعد عن بيتنا ما يقارب 8 دقائق إلى 7 دقائق مشي، فرحت صليت عند المسجد اللي عند المدرسة، وبعد ما خلصت الصلاة قعدت يا جماعة الخير قدام البقالة اللي عند المدرسة انتظر مين يا جماعة الخير؟ انتظر يجي فهد واحمد. يقول لحظات مرت ما يقارب 30 دقيقة الا يا جماعة الخير فهد جاي بالسيكل حقه ووراه برضو جاي يا جماعة الخير احمد. اول ما شافني فهد هلا والله حسين كيف حالك طيب؟ قلت له مرحبا هلا والله فهد ها وش الخطة؟ الحين بعلمك الخطة بس خلي احمد يقرب. وصدق يا جماعة الخير قرب احمد واجتمعنا انا واحمد وفهد نبغى نعرف وش الموضوع اللي عند فهد. قالنا فهد اسمعوا يا عيال نبغى الحين نطب للمدرسة ونبغى نسوي جرية فيها. الصدق لا اخفيكم اول ما سمعت هذا الكلام كنت متحمس اني اسوي هذا الشيء، قال عندي الخطة لا تشيل هم. يا شفت البوابة الرئيسية حقت المدرسة، البوابة جماعة خير الكبيرة اللي تكون لها بابين وينفتح ويتقفل. قال أنا يا فهد بدخل من تحتها لأن جسمي صغير
وبعد ما ادخل من تحتها برفع المزاليج ودف الباب وراح تنفتح البوابه. قلت له متاكد من الشيء اللي قاعد تقوله؟ قال لي متاكد لا تشيل هم. صدق يا جماعه خير يقول حسين الا اشوف فهد نزل على الارض كذا يا جماعه خير وصار كذا يزحف من تحت الباب، والدرجه كانت المسافه شوي ضيقه ولكن ضغط نفسه لين دخل مع البوابه من تحت. وصدق كانت برضو المسافه مرتفعه ويقدر اي شخص يدخل من تحتها ولكن لازم يكون حرفيا نحيف مره. يقول حسين المهم دخل فهد من تحت الباب وصار جوا المدرسه، وانا اناظر يمين يسار اقول عسى ما حد يجي. لحظات يا جماعه خير لفهد يقول يا عيال الباب مقفل من جوا بقفل وش اسوي؟ قلت له فهد اطلع اطلع بس خلاص اطلع كنسل الفكره. اللي يرد من ورا الباب يقول يا رجال والله ما كنسل الفكره، تعالوا مع الشباك حق الزبايل، راح افتح لكم الشباك حق الزباله وادخلوا معه. قلت له فهد يا اخي فيه زباله وقروشه ووسخ. قال يا رجال تعال ما انت بنت ليه خايف؟ قلت له يلا. وصدق يا جماعه خير وجاء مع الباب حق الزباله وفتحها لنا. يسمع كذا المزلات تك 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 طرخ ويدف الشباك حق الزبايل ونطب جوا الزباله وندخل على المدرسه. يقول حسين اول ما دخلنا على المدرسه حسينا صدق بنشوه غريبه وحسينا ان ساطين مره. يقول دخلنا المدرسه وصرنا نتمشى بين المكاتب ونشغل لمبات الفصول ونطفيها، وصرنا برضه نشغل مكيفات عرفتوها حقه الفصل. يقول كان المكيف كذا فوق وطويل، يقول كنا نطفيه ونشغله نبغاه بس يحترق. يقول بس هذه فلتنا. يقول خذنا فره بيني وبينكم المدرسه وما فيها احد حرفيا مكانها موحش ومخيف، ولكن بما ان حنا ثلاثه صرنا نتمشى بينه. يقول مرينا لمكتب المدير وصرنا نخرب فيه، نطرح شيء وندف الكنبات، نرقى برجولنا الله يكرمكم فوق الطاولات. يقول المهم حسنا في كل شيء موجود هناك. بعد طلعنا من غرفه المدير يا جماعه الخير في غرفه معروفه دائما في المدارس، هذه الغرفه اللي دائما يحطون فيها الكتب، عرفتوا يا جماعة خير الكتب اللي دائما تستلمها في بداية المدرسة؟ يقول إيه نعم، غرفة مخصصة للكتب كلها وفيها الكتب الزايدة اللي باقي ما حد استخدمها. يقول دخلنا للغرفة هذه إلا في كتب جديدة. يقول وصرنا ناخذ في الكتب هذه ونشققها ونرميها. يقول المهم حسنا أم المدرسة حوس فوق تحت، ما بقينا فيها شيء أبد. بعد يا جماعة الخير في معمل مخصص للفنية، يقول معمل مخصص للدراسات الفنية، تروح تاخذ كراستك تروح المعمل هذا تصير ترسم فيه. يقول حسين دخلنا على هذا المعمل، طبعا المعمل هذا فيه البخاخات عرفتوها الالوان. يقول خذنا البخاخات هذه وصرنا نلعب بالجدران. الا فهد يقول اسمعوا يا عيال بما ان احنا حصلنا البخاخات وش رايكم نسوي لنا لقب ويكون هذا اللقب موجود في المدرسه ويصير شخص مخيف لهم. قلت له يعني شلون فهد كذا لقب مخيف لهم؟ يعني شلون؟ علمني. قال بعلمك كل شيء، ولكن الحين فكروا في لقب، واللقب هذا نبغاه يعني يكون اسمه مميز. الا احمد يا جماعه الخير خوينا قال وش رايكم تخلون هذا الاسم كاسبر؟ يقول حسين وناظر فيه قلت لأحمد متأثر انت مرة في افلام الكرتون ولا ايش فيك؟ قال والله اسم كاسبر مرة رهيب، وش رايكم نكتبه وما ادري ايش؟ الا فهد يقول والله تصدق والله الاسم حلو، قال سجل سجل كاسبر وخلاص. يقوم خذنا الوان فنية وكتبنا على الجدار، والجدار هذا اللي موجود حرفيا اول ما تدخل مع البوابة، يعني كل واحد راح يشوف الجدار هذا. يقول واخذ البخاخ يقول واكتب كلمة كاسبر كبيرة على الجدار. يقول واكتب تحت كلمة كاسبر كاسبر مرة من هنا. يقول المهم بعد ما خلصنا هذا كله اخفينا كذا اغراض الجريمة والاشياء اللي سويناها والبخاخات، وطلعنا يا جماعة الخير مع الشباك حق الزبايل ونحشنا من المدرسة. يقولنا طالعين قاعدين نضحك ضحك مو طبيعي، يقول ضحك هستيري كنا مستمتعين بشكل كبير. يقول حسين في اليوم الثاني في المدرسة، يقول جينا بدري للمدرسة وباقي المعلمين يعني كلهم ما جو، ولكن في 5 أو 6 معلمين هم اللي يدورون اللي هو الطابور الصباحي اللي يكون بشكل دائم يوميا. يقول حسين دخلت كذا المدرسة أنا وفهد وأحمد، يقول له أشوف قدام مكتوب على الجدار كاسبر كذا بالخط العريض وتحت مرة من هنا. يقول وادخل وأسوي نفسي مجنون واروح حرفيا للتدريبات الصباحية، استعد استريح استعد استريح. يقول خلصنا كذا الطابور الصباحي هذا وما كان فيه إلا 5 معلمين، ولكن حد الآن أنا ما أدري وش صاير وهل هم عرفوا ولا باقي ما عرفوا. يقول المهم رحنا لفصولنا، بعدها كذا ممكن بنص ساعة و40 دقيقة في انذار دائما كانوا يسوونه المدرسة اللي هو الانذار الاخلائي من الحريق، عرفتوه يا جماعة الخير؟ وما ادري والله هو لحد الان موجود ولا لا، واكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا هو لحد الان موجود. يقول كان الوكيل او المدير يضرب الجرس حرفيا باسلوب متناغم، يقول يضرب ويفك يضرب ويفك يضرب ويفك يعني لمدة دقيقة، فمعناها ان الطلاب لازم يطلعون ويصطفون حرفيا. وين يصطفون يا جماعة الخير؟ عند الطابور الصباحي.
بقول حسين المهم طلعنا منفصلنا بشكل سريع خلاص بنروح للطابور الصباحي بنرجع من جديد وناخذ وضعية الاستعداد اللي دائما نتمرن فيها في الصبح. يقول وانا طالع الا اناظر فهد واحمد واقول لهم اسكتوا لا حد ينكبنا انتبهوا منا فاضيين. يقول المهم وصلنا وصفينا وصفنا المدير حرفيا بالشكل المعتاد فصل اول 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 ثاني اول ثالث ثاني اول يقول على هذه الحالة المعتادة بشكل يومي. يقول له يطلع المدير وياخذ الميكروفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بطلابي الاعزاء. قال انا راح ادخل في الموضوع بسرعة وانتوا الان في المتوسطة ما انتم في الابتدائية صرتوا كبار الان ولكن الشيء اللي صار امس شيء ما يغتفر له وراح يحاسب اي شخص سوى حرفيا اي شيء او خرب في المدرسة. وصار يقول المدير في طلاب امس كتبوا على جدران المدرسة ودخلوا المكاتب المدير والوكيل وصاروا يحسون فيها ودخلوا الى الغرفة المخصصة للكتب وقطعوا الكتب وما وقفوا عند هنا ماخذين يا جماعة الخير برضو الفرجار عرفتوه يا جماعة الخير اللي كان موجود في الهندسة. يقول كانوا يحكحكون فيه الطاولات وخربوا في المدرسة حرفيا اشياء كثيرة ومثل ما انتم عارفين المدرسة هذه مدرسة حكومية وممتلكات من ممتلكات الدولة واي شخص تعرضها بسوء سيتم محاسبته حرفيا محاسبة قانونية ما راح يكون حساب مني انا لا 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 الحساب راح يكون من الجهات الامنية. يقول حسين اول ما قال الكلام هذا او الخطاب اللي قال المدير يقول له ناظر فهد يضحك يقول وش يبي ذا الهطف قاعد يخوفنا يا رجال يلا خلصنا بس خل نروح فصولنا. يقول كان فهد قادح مره يقول له حصل احمد شوي زابن ومتخوف متوتر ويديه كذا متشابكه في بعض يقول ما عجبتني حالته سكت انا وقعدت اناظر ابغى المدير بس متى ينتهي من كلامه. يقول له حظات المدير قال اللي سوى الحركات هذه يطلع الان وراح اسامحه وانا راح اتكفل بكل شيء صار في المدرسه. المهم يا جماعه الخير ما حد طلع نهائي والمدير يعني معروف انه هو شخص طيب مرة وحبيب يعني ويكرر المدير من جديد يا طلاب يا ابنائي الشخص اللي كتب وخرب يطلع الان والله لا سامحه. يا جماعة الخير ما حد طلع ابد وناظر فهد وفهد يناظر في احمد واحمد يناظر فيني يقول على هذه الحالة. يقول برضو ترى احنا جديدين في المدرسة يعني مالنا ولا يمكن شهر سوينا هذا كله. الا المدير يا جماعة الخير قال كلمة الاخيرة وقال اسمعوا يا طلابي انا ممكن الطالب يعني منحرج من نفسه ولا يبغى يطلع قدام اخويا خلاص لا يطلع قدام اخويا ولكن راح اسوي معكم طريقة بسيطة راح امر كل فصل واطلب منه انه يطلع ورقه صغيرة وكل واحد راح يكتب اسمه وراح يكتب هل هو يبغى يعترف او لا والشخص اللي يكتب لا معناها انه ما هو هو والشخص اللي يكتب نعم معناه انه هو برضو راح اسامح ولكن كذا راح نحل المشكلة بدون ما يطلع وبدون ما حد يعرفه. وصدق يا جماعة الخير في الحصة اللي بعدها الا المدير يمر ويسوي الطريقة اللي قالها قبل شوي وصرنا نسجل ولا احد اعترف لا احمد ولا فهد وقلت انا يا حسين والله ما اقول له شيء. المهم يا جماعة الخير مرت الساعات البسيطة هذه وجاء وقت الطلعة وتقابل انا واخوياي احمد وفهد واقول لهم هاو شو السالفة يا عيال شو الخطة توقع مركزين علينا. قال فهد يا رجال ما عليك منهم واللي يصير يصير بالطقاق اللي يطقهم اهم شيء ان احنا مستمتعين خلاص مالك دخل فيهم. وصدق يا جماعة الخير سكتنا ومشينا الموقف هذا كامل. يقول حسين برضو كانت في اشياء دائما نسويها يوم كنا احنا في المتوسطه. يقول كنا نمر على الطلاب ونصير نطقطق عليهم ونتنمر عليهم. يقول يا كذا طالب برضو وقفناه وطقيناه وخذينا فسحته منه. يقول يروح يشتكي عند المدير والمدير يصير يعطينا فلوس ويعطيه فلوس يعني المدير كان يبغى يمشي المدرسه بس انها تكون مدرسه حبيه. يقول صرنا مستمرين على هذه الحاله. يقول المهم مرت فتره المتوسطه والله فيها اشياء كثيره سويتها ولكن كنت ناسيها. يقول ما كنت اتذكر إلا المشاكل اللي قلتها لكم قبل شوي ولكن كنت متأكد ان في مشاكل سويتها ولكن الان ناسيها. يقول المهم خلصت المرحلة المتوسطة بسلام. يقول انتقلنا بعدها للمرحلة الثانوية طبعا اخوياي معاي هذولي احمد وفهد في كل مكان موجودين معاي. يقولوا برضو في كل مرحلة انا قاعد انتقلها يعني من المتوسطة لثانوي برضو كنت احس اني انا كبرت شوي وانا الان شخص مسؤول وانا شخص كبير والمراهقة اكثر واكبر. يقول مرحلة الثانوية كانت مرحلة عصيبة شوي وكانت مرحلة كنا نحتاج للفلوس عشان نطلع ونروح يمين ويسار. يقول ما انسى هذا الموقف في صف الثاني ثانوي جاني فهد فهد هذا سبحان الله سوسة. يقول جاني فهد وقال لي اسمع حسين يبغالنا والله فلوس ولكن تدري كيف راح نجيب الفلوس هذه. يقول حسين قلت له وشلون يعني وكيف راح نجيب الفلوس. قال اسمع شفت المدرسة حقتنا في احد الكراسي الحديد المدرس مفصل عليه نفس الباب والقفل الصغير وحاط فيه يا جماعة الخير الكور المخصصة للحصة البدنية. يقول ما يقارب يمكن 14 كورة جديدة. يقول شو رايك
رايك ناخذها ونلقطها ونروح نبيعها؟ والكور ترى اللي جايبها المدرس تراها غاليه ما هي رخيصه. قلت له ها والله فكره، ولكن ها شلون راح ندخل المدرسه؟ يقول له فادي يقول لي سهله، تبغى ندخل المدرسه؟ الموضوع سهل مره. قلت له شلون؟ قال برضو بعد بندخل المدرسه بدون ما حد يشك فينا. قلت له شلون فهد؟ قال بعلم، ولكن خلينا نجتمع انا وانت واحمد وباذن الله الامور زينه. صدق واجتمعنا وقالنا يا جماعه خير فهد ركزوا معي، بعد المغرب يجون الناس اللي يدرسون ليلي، اذا جو يدرسون ليلي احنا ندخل نروح حرفيا للساحه والملعب اللي موجود في المدرسه ونروح للكرسي هذاك، ولكن لازم نجيب معنا بلكه او نجيب معنا حجر يا جماعه خير عشان نكسر القفل الصغير اللي موجود حرفيا في الكرسي. الكرسي يا جماعه خير عرفتوه الكرسي الحديدي الطويل هذا. يقول المهم حسين سمعنا خطه فهد وخططنا في نفس اليوم ان الساعه 6 المغرب نكون عند باب المعلمين ندخل معاه وكأننا ندخل عندنا دراسات ليليه، والناس اللي يدرسون في الليل مختلفين عن الناس اللي يدرسون في النهار، يعني ما راح يعرفونا نهائيا. يقول صدق ونضبط كل شيء ونروح المدرسه على الساعه 6 وندخل المدرسه حقتنا. يقول حسين انا داخل في يدي البلكه على يدي اليمين كذا بلكه صغيره. يقول خويي الثاني برضه ماخذ له بلكه، يقول لو انكسرت هذه نكسر بالثانيه. يقول وصلنا لين الملعب، يقول نمسك القفل ونصير نطق فيه. يقول طبعا ترى الملعب بعيد على المبنى حق الدراسه، يقول بعيد مره، لو تضرب فيه من يوم بكره ما حد بيسمعك اصلا، ممكن يحسبونا من الشارع الثاني. يقول المهم ضربنا فيه ضربنا فيه لين كسرنا القفل حقه، وصدق خذنا الكور اللي موجوده فيه ونحشنا يا جماعه الخير من المدرسه الثانويه هذه. يقول طلعنا اصلا ما ندري وين راح نبيع هذه الكور فيه، ولكن قلت لهم انا اسمع يا فهد انا اعرف وين ابيع الكور ذي. قال وين؟ قلت مشينا المحلات الرياضه اللي موجوده على الشارع العام ترى بيشترونها على طول. قال لي والله ممكن. صدق يا جماعه الخير ونمر على محلات الرياضه قلنا له عندنا كور ترى اصليه اذا انت تبغى تشتري. شاف الكور وصار يقلبها وقال لنا خلاص انا راح اشتريها، ولكن يا جماعه الخير نزل المبلغ حقها مره، ولكن احنا ما كنا خسرانين شيء، قلنا بطقاق تنباع يا رجل باي مبلغ يجي منه بس راضين. وصدق يا جماعه الخير بعناها عليه وقسمنا المبالغ بيننا. بيني وبينكم كل الاشياء اللي سويتها في المتوسطه وفي الثانوي والله كانت اشياء حلوه، كانت اشياء تشجعني اني انا استمر في هذا العمل اكثر واكثر، ولكن يقول كنت احس بنشوه غريبه في الموضوع هذا، تاخذ شيء تروح تسرقه وتروح تبيعه بعدها تاخذ فلوسه، الموضوع يعني ايزي حرفيا، موضوع سهل انك تجيب فلوس. يقول حسين مع الشيء اللي صرنا نسويه بدينا نستمتع، الا فهد ذكرني بشيء قديم مره، قال يا عيال بما ان الان موجودين في الثانويه هذه وش رايكم نرجع سالفه كاسبر؟ يقول حسين نظرت فهد قلت يو يا قدمك من وين جبت ذا؟ والله يا انك قديم مره، والله ان الفكره هذه بطله، ايش رايكم نسويها؟ الا فهد يقول ولكن ذا المره انا ابغاها شيء بسيط. قلت له يعني شلون فهد وش راح تسوي؟ قال عندي لك الخطه بس امشوا معي. قلنا له خلاص، ولكن متى موعدنا بالضبط؟ قال موعدنا الساعه 4 يوم الاربعاء اخر يوم في الدراسه. طبعا جماعه الخير قبل كان يوم الاربعاء ترى اخر يوم دراسه ما هو يوم الخميس، فالان صار يوم الخميس واخر يوم دراسه، ولكن قبل كان يوم الاربعاء هو اخر ايام الدراسه. يقول حسين قلنا له خلاص زين، ولكن لحد الان ما ادري فهد وش يبغى يسوي. يقول جينا على الساعه 3:30 3:30 كذا العصر واجتمعنا يا جماعه الخير عند المدرسه، الا فهد يا جماعه الخير جايب قاروره مويه، ولكن اللي جواها ما هو مويه، اللي جواها يا جماعه الخير بنزين. يقول حسين قلت لفهد سلامات يعني وش راح تسوي البنزين ذا ليه جايبه؟ يرى علمك شو راح اسوي. وقال بعد ها شف يتوشه ويسحب يا جماعه الخير ويطلع بخاخ. قلت لي البخاخ يعني انا اعرف وش تبغى بالبخاخ، ولكن بنزين ليه؟ ايش تبي تسوي فيه يعني؟ في شيء تبي تنظفه؟ في شيء في راسك تبغى تسويه؟ قال ما عليك ادخل وبعلمك كل شيء. قلنا له يلا. وصدق يا جماعه الخير رحنا دخلنا من عند باب المدرسين لان الباب يتركونه مفتوح ينتظرون المغرب يجون حقين الدراسات الليليه. يقولوا دخلنا ودخلنا على المدرسه. يقول ما طولنا فيها، رحنا للساحه وكتبنا كاسبر الكلمه القديمه كنا نستخدمها قبل. يقول وكتبنا تحت كاسبر مره من هنا. يقول ونروح لغرفه الوكيل لان فهد قالنا امشوا معاي. قلت له فهد وش راح تسوي تكفى؟ قال بولع بغرفه الوكيل نار. قلت له فهد انتبه ترى الشيء اللي قاعد تسويه خطا. قال يا رجال كل الاشياء اللي سويناها قبل يعني صح؟ كلها خطا في خطا، تعال خلينا نولع نار يا رجال ونمشي. صدق انا ما استوعبت الكلام اللي قاعد يقوله فهد، قلت يعني اللي قبل هذه اشياء ممكن تصير ولكن انك تولع في مكتب الوكيل ليه؟ يقول حسين قلت فهد لا والله ما برايح معك، تبغى تروح روح لحالك انا بطلع. قال يا اخي امشي معي ارخام وما ادري ايش. قلت لا والله ماني برايح معك. دخل يا جماعه الخير فهد جوا المبنى حق المدرسه وانا طلعت مع الباب، طبعا احمد موجود معاه. يقول لحظات كذا بدقيقتين لاحمد وتاركين فهد جوا. يقول صرنا نمشي كأننا رايحين لبيوتنا. يقول الا فهد جاينا يركض يا جماعه الخير ركضه غريبه. قلت له فهد وش فيك؟ وصار يضحك. قلت له فهد ايش فيك؟ قال ولعت في مكتب الوكيل نار خلنا نحاش. وصير يا جماعه الخير ننحاش وراه، الا صدق الا اناظر من بعيد الا يا جماعه الخير المدرسه مولعه نار.
أول ما ولعت نار وشفنا من بعيد قلت فهد ترى والله العظيم اللي سويته شيء مرة خطير مرة، وتوقع يا فهد ترى الموضوع الآن راح يكون أكبر وأكبر. قال يا رجال ما عليك منهم، أهم شيء نحنا مستمتعين. والصدق بديت أشوف من فهد في ملامح إجرامية شوي، وحسيت إنه شخص شوي صاطي يعني ما عنده خوف، ولكن ما أقدر أقول له شيء لأنه خوي يعني ومن زمان وبينه وبينه يعني أيام حلوة. قول حسين برضو والله إني خايف من يوم السبت، يوم السبت هو أول يوم دراسة لنا، والله إني خايف ما أدري إيش راح يصير، وحس ذا المرة تاسبر راح يعرفونه كل الناس. يقول مرة حرفيا إجازة نهاية الأسبوع بشكل سريع مرة في وهلة كذا انتهى فجأة جاء يوم السبت. ولكن ذا المرة يا جماعة الخير مع أول دخولنا للمدرسة إلا حصلنا في وجهنا يا جماعة الخير مين؟ مدير المدرسة والوكيل وثلاث من رجال الشرطة. يقول دخلنا كذا ودخلنا لفينا يمين ووقفنا يعني كنا طابور صباحي، فجأة للمدرسة مقلوبة فوق تحت، فجأة يا جماعة الخير منادين كل شخص قاعدين يشكون فيه. طبعا احنا كنا ناس متنمرين في المدرسة ومشاكلنا وطق وطقيق من اول يعني. يقول على طول استدعونا حنا الثلاثة تعالوا خلنا نحقق معهم. يقول حققوا معاي وما اعترفت بولا شيء، وحققوا يا جماعة الخير مع فهد ولا اعترف باي شيء. ولكن يا جماعة الخير النكبة وين؟ بعد ما حققوا مع احمد الا احمد صاح عندهم وفك السبحة كاملة. يقول حسين كيف عرفنا هذا كله؟ يقول وانا جالس الفصل الا عسكري داف باب الفصل وداخل. قال وين فهد؟ فهد رفع يده. قال وين حسين؟ رفعت يدي. جاء يا جماعه الخير لقطني مع ظهري سحبني كذا من الكرسي حرفيا بلا رحمه وخذوني كذا ودفني قدام. قال انقلع عند باب المدير. يروح يا جماعه الخير لم فهد ويمسكه ويدفه قدام. قال انقلع وراه عند باب المدير يلا الان. ونطلع يا جماعه الخير وانا منزلين وجهنا ونروح لين عند باب المدير. الا المدير يناظر فينا قال انتوا اللي سويتوا كذا في المدرسه؟ سكتنا احنا وصرنا نناظر في بعض. الا العسكري صار نافخ. قال من اللي حارق المكتب؟ تكلموا الآن. يقول شوي نظرت فيه ونزلت راسي شوي لفهد يناظر فيه، والصدمة انه قال مو بانا اللي حارق المكتب. سألوا مهم اثنين هم ذولي ممكن في احد منهم حارقه. يقول ناظر فهد يتفق فهد واللي حارق المكتب والحين يبغى يرميها علينا. وناظر في يا جماعه الخير في احمد قلت احمد من اللي حارق المكتب؟ قال اللي حارق المكتب فهد. الا فهد يناظر قال انا حارق المكتب؟ والله انتوا اثنينكم اللي حارقين المكتب، انا والله مالي دخل، لا تظلموني ما ادري ايش انتوا جيتوني امس وقلتوا انكم حرقتوا المدرسه. المهم يا جماعه الخير فهد انقلب لشخص ثاني، ما هو فهد خوينا لا لا لا، حسيت ان فهد فيه مرض، فهد ما هو شخص طبيعي. قلت له فهد والله انك انت اللي حارقه يوم تجي ومعاك علبه البنزين وانا قلت لك لا. تشهد يا حسين. قلوا احنا قاعدين نسولف كذا العسكري قال يعني كلكم دخلتوا المدرسه صح، خربتوا في المدرسه صح، وكتبتوا على الجدران صح، وساعدتوا خويكم انكم تحرقون المكتب، يعني كلكم مسؤولين على الشيء اللي انتم سويته، وانتم ما يحل مشاكلكم الا الاحداث. انتم لا لا قاعده هنا ما في، انتم باذن الله راح تدرسون في مدارس الاحداث وتعيشون مع المسجنين اللي موجودين في الاحداث لين تتربون. يقول لاحمد صار يبكي والله مالي دخل، والله مالي دخل، والله انا مالي دخل، كل من فهد والله فهد اللي حارق، والله اني ما سويت شيء. لا لا كلكم متعدين على ممتلكات حكوميه. يقول حسين انا مو اول ما سمعت الكلام هذا قلت يا الله والله يا ايام متوسطه مرت بسلام، والحين جت المرحله الثانويه وتوقع جاء الوقت اللي ننكشف فيه. ويقول وطحنا في شر اعمالنا. قلت تحسبون المدير رحمنا؟ لا. قال يلا 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 انتم يا حارقين مكتب اجل ها، يلا على سجن الاحداث، يلا قلبوا جيكم. يقول حسين الصدق تفشلنا، تفشلنا في شيله ما بعدها في شيله. يقول خذونا مكتب الشرطة واتصلوا على أولياء أمورنا. يقولوا قابلنا أبائنا وإن روسنا منزلة تحت، والله إن أبوي ما كان يقصر معاي بشيء، ولكن ما أدري ليه كنت مستمتع وأنا قاعد أسوي الأشياء هذه، ولكن خلاص إن شاء الله 6 شهور وراح نطلع من السجن. طبعا يا جماعة الخير إذا دخلت سجن الأحداث في مدرسة داخل السجن، مدرسة يعلمونك فيها وما يخلونك يعني تقطع دراستك، ولكن راح تسجل عليك إنك صدق شخص مجرم برضه، يعني أنت راك شخص عليك ملاحظات، لازم تنتبه لنفسك. المهم يقول دخلنا يا جماعة الخير لسجن الأحداث. يقول أول ما دخلنا مع البوابة يوم خذانا الجيب المخصص للشرطة يقول نزلونا اللي قابلنا شخص قال روح هناك خلوه يحلقكم صفر وتعالوا. صادق حلق صفر؟ قال اقول روح روح ولا كلب ولا تفتح ذمك، يلا انقل هناك خله يحلقك صفر وتعال. صدق يا جماعة الخير رحنا وحلقنا صفر ورجعنا. قال اسمعوا شغب تحسبون نفسكم في الشارع وانكم زحيف وانكم ساطين وفيكم قوة، ترى الموضوع هذا مو بعندي، اي حركة تسوونها على طول كف، تفهم انتوا يا ولا ما تفهم؟ يقول حسين انا قلت لهبشة. صدق يا جماعة الخير استمرينا في الاحداث وصرنا ندرس
يدرس في مدارس الأحداث جوا. المهم داخل الأحداث تعرفنا على شخص اسمه وليد. وليد هذا كان شخص صغير في العمر ولكن كان يتعاطى المخدرات ويبيعها، عشان كذا خذوه ودوه لسجن الأحداث، يعني بعد 6 شهور راح يطلع، ويقول له سنة ونص في سجن الأحداث. المهم تعرفنا على وليد هناك وصار وليد هو خوينا، وقلنا له يا وليد ترى احنا بنطلع من سجن الأحداث في نفس الوقت اللي راح تطلع فيه انت، نبغى نتواصل معاك بعد السجن وناخذ علومك ونبغى برضو نتعرف عليك اكثر واكثر. تكفى يا وليد لا تقطعنا. قال وليد ابشر ولا تشيلون هم، ولنا حرفيا لقاء بعد ما نطلع. المهم يقول حسين مرت الايام بسرعه البرق، يقول مرت بشكل سريع مره. طلعنا يا جماعه خير واحنا في اجازه نصف السنه، عرفتوها بين الترمين، يقول طلعنا فيها. يقول المهم باقي لنا ترم ندرسه وبعدين نتخرج من المرحله الثانويه. المهم مرت الايام برضو وتخرجنا يا جماعه الخير من المرحله الثانويه. المهم يا جماعة الخير، المعروف دائما والمتداول عندنا أي شخص يخلص من المرحلة الثانوية له طريقين يسويه. الطريق الأول إنه يروح ويشتغل، الطريق الثاني إنه يروح ويكمل دراسته، وفيه طريق ثالث، ولكن الطريق الثالث هذا نادر اللي يسلكه، اللي هو الأشخاص اللي يجلسون سنة وبعده يروحون يكملون جامعة ويشتغلون. المهم يقول حسين استمرت الحياة هادية مع الإجازة الطويلة ما يقارب شهر كامل، ولكن كان مدة الهدوء هذا شهر بس. بعد شهر إلا حصل اتصال من جوال غريب ورد عليه مرحبا من معي. اهلا هلا والله حسين كيف حالك طيب، انا وليد عرفتني. قلت له مرحبا هلا وليد اهلا وسهلا. اسمع يا حسين ما ابغى اطول عليك، اخوياي مسوي لي عزيمه عشاني انا طلعت من الاحداث، ودي اعزمك انت واخوياك اللي معك اللي هم احمد وفهد، اذا تبون حياكم الله. وصار يا جماعه الخير يحدد لي الموقع حق الاستراحه اللي راح تصير فيها هذه العزيمه. بيني وبينكم انا كنت طفشان في ذيك الايام، قلت لي ما اروح اغير جو واكلم برضو احمد واكلم فهد على اني يعني زعلان عليه شوي. كلمتهم مرحبا هلا والله كيف حالك احمد كيف حالك فهد، ترى وليد مسوي عزيمه عشان اطلع من الاحداث ومسوي لي العزيمه، هذول يا اخوياه بنبغى نروح لهم الاستراحه تخوني ولا لا؟ قالوا خلاص كلنا بنخويك، ولكن ما معنى سياره، خذ سياره ابوك ومرنا وخل نروح فيها الاستراحه مرة واحدة. يقول حسين والله صدق واستأذنت من ابوي، قلت له يبا ابغى السيارة وما ادري ايش، قال خلاص خذ. ورحت مريت يا جماعة الخير احمد وفهد وخذتهم وتوجهنا للاستراحة حقت وليد. دخلنا الاستراحة هذه يا جماعة الخير، اول ما دخلناها يا جماعة الخير الا وليد كان قدامنا. مرحبا هلا والله كيف حالك حسين كيف حالك احمد كيف حالك فهد، ادخلوا جوا احمد وفهد ادخلوا جوا، ابغى حسين شوي بكلام. طلعنا برا يا جماعة الخير قلت عسى ما شر وليد وش بغيت مني، الا قال لي اسمع يا حسين خذ هذا المبلغ والله انك تستاهله. قلت له ليه على ايش؟ قال لا تسوي نفسك مجنون. قلت والله على ايش يعني وش سويت، انا ما اتذكر يعني سويت شيء كبير لك. وبعدين يا وليد المبلغ هذا كبير، مبلغ كبير يعني انا ما ادري شو اسوي فيه. قال اسمع يا حسين انت ما تدري شو سويت معاي في الاحداث، ولا تدري الشيء اللي قدمته لي كان له قيمه مره كبيره بالنسبه لي، وانا الرجال اللي يوقف معي ما خليه. قلت له ذكرني يعني وش صار. الا وليد صار يقول لي يا حسين تتذكر اول موقف تعارف صار بيننا؟ قلت له ايه. قال لي تتذكر وش السبب؟ قلت له اعرف وش السبب ولكن يعني ما له دخل، هذا موقف يعني رجولي شوي. وخلوني يا جماعه الخير اعلمكم وش الشيء اللي خلى وليد يتعرف على حسين وحسين على وليد، وش اللي خلى برضو علاقتهم قويه حتى بعد ما طلعوا من السجن. كان قبل في السجن يا جماعه الخير الناس الموجودين في الاحداث يتنمرون على وليد ويتكلمون عليه ويقطون عليه الكلمات يمين ويسار، والصدق وليد كان شخص شوي يعني ما عنده شخصيه وكان يخاف منهم وينحاش. وكنت اقول له وليد قابلهم لا تخاف منهم، كان شخص متخوف بشكل كبير. في ذيك اللحظه كان في شخص قاعد يتكلم على وليد، وانا قمت يا جماعه الخير وحاسب قلت له اسمع لو تتكلم على وليد مرة ثانية انا اللي راح اتفاهم معاك مو بوليد، خلي لسانك في ذمك وخلك ساكت عشان ما تصير مشكلة اكبر واكبر وانخذ فيك سجن من جديد 6 شهور. من بعدها صاروا يا جماعة الخير ما يتكلمون على وليد، على ان الموقف اللي سويته انا يعني كان بسيط مرة، ولكن كان مقروشني الشخص هذا ومسبب لي ازعاج لان وليد كان جنبنا وهذا كل شوي يتكلم عليه. صار المهم يا جماعة الخير وليد يذكرني بذا الموقف وانا صدق والله اني ناسيه ولا حسبت الحساب. قال لي اسمع هذا المبلغ خذه لك وتستاهله على وقفتك معاي في السجن وما راح انساها لك طول حياتي. قلت له ابد الله يعطيك العافيه وليد وكثر الله خيرك وترى والله ما يحتاج. قال لا يا رجال خذها وان الحمد لله بخير وابوي بخير واحنا ترى اسره يعني غنيه يعني. قلت له ابد زين. دخلنا يا جماعه الخير المهم وسلمنا على الناس الموجودين وعرفهم وليد فين. بعد ما خلصنا الصدق
انا ما ارتحت للناس اللي جوا. الناس اللي جوا احس يا جماعه الخير تدور حولهم الشبهات، ناس ما هم كلهم يعني، ولكن في جزء منهم جزء غير مريح. المهم واحنا طالعين من الاستراحه انا واخوياي وكان معنا وليد، عشان وليد بيسلم علينا وبعدها نمشي لبيوتنا. الا وليد قال اسمعوا يا عيال، شفتوا الاستراحه ذي على اليسار؟ شوفوا هذيك تبعد يمكن 60 70 متر، عرفتوها؟ يقول حسين، قلت له وش هي الاستراحه ذي؟ باب اخضر. قال ايوه الاستراحه ام باب اخضر، تراها للاجار، وترى توهم طالعين من الاستراحه، ما لهم يقولون لاربع ايام، تبون تستاجرونها واجي معكم في الاستراحه ونصير نجتمع بشكل دوري. قلت له ها والله مو بشينا وليد، ولكن ها ايش رايكم يا عيال احمد فهد، ها ناخذها ولا ما ناخذها؟ فهد قال والله شوفوا انا والله ما معي فلوس ولكن بحاول ادبر. احمد قال ابد انا معكم، وانا الصدق تو معطيني وليد الفلوس اللي معي، تكفي اجار الاستراحه يا رجال ممكن اربع شهور. قلت لهم اسمعوا انا راح اقط اول شهر ولكن خلنا نجتمع فيها. قالوا خلاص تم. قال وليد يعني خلاص تم؟ قلت ايه والله تم ابد، واللي تبغاه يصير، كلم راعي الاستراحه. المهم مشينا وطلعنا بالسياره انا واحمد وفهد، الصدق كانوا مستنسين في شيء يقضون فيه الجدول حقهم، بدال ما يدورون في الشوارع وبدال الفره هذه اللي ما لها داعي يقعدون جوا الاستراحه والاستراحه هذه تمسكهم. اليوم الثاني مباشره لوليد يكلمني يقول راعي الاستراحه ترى وافق ويقول ابد، اعطوني فلوسكم من الان والاستراحه لكم. وصدق يا جماعه الخير رحت وقابلت وليد وعطيتها نص المبلغ، وليد دفع نص المبلغ في الاستراحه، يعني الان اللي دافع نص المبلغ وليد وانا، اما اخوياي احمد وفهد ما حد دفع منهم. صدق يا جماعه الخير صرنا نأثث في الاستراحه، شرينا الفرشات والمساند والشاشه، وكان المكيف موجود في الاستراحه هو والثلاجه. المهم بعد ما خلصناها صرنا نجتمع فيها كل اسبوع، والصدق بعض الاحيان يكون شبه يومي نجلس فيها. يقول مع جلستنا الدائمه والصدق طفشنا من وجيه بعض، الا وليد قال انا بجيب شيء بس تكفون يعني لا حد يستغرب من الشيء اللي راح اجيبه، وكل واحد ياخذ راحته، يعني انه جايه الاستراحه هذه كل واحد ينقح عن نفسه. قلنا لا ابد، يعني اي شيء تبغى تجيبه بكيفك. لحظات يا جماعه الخير الا وليد مدخل في الاستراحه شيشه. قلت له وليد يعني ترى ما حد من اللي هنا يدخن ولا حد يشيش، ما له داعي يعني تشيش قدامنا، تبغى تشيش اطلع برا. الا وليد قال كذا يا جماعه الخير باسلوبه وهو قاعد يضحك، قال تراني قط يعني نص القطه يا عيال، وما بيننا يعني ما راح يضركم شيء، وانا بجلس عند الشباك. يقول حسين خليته على راحته وكلامه يعني شوي فيه منطقيه انه دافع نص المبلغ، ولكن الفكره ما دخلت عقلي بالكامل. لحظات يا جماعه الخير من تواجد وليد في الاستراحه وانه كل يوم يشيش، وادخل في ذاك اليوم وحصل اخوياي احمد وفهد برضو منزلي لهم يا جماعه الخير اللي هي الشيشه وقاعدين يشيشون معه. يا عيال ما هي بحاله، وليد شوف كيف عديتهم، صاروا يشيشون معك يا رجال، روق روق بس، خذ تبغى تشيش معنا شيش. يقول حسين في البدايه انا كنت يعني مستنكر الموضوع، وانا في البدايه كنت انصحهم، ما له داعي يعني قدامهم الان اشيش. قلت لا ما ابغى شيش انا، والشي ذا يعني مو بكويس وما ادري ايش. الا فهد يناظر فيني قال الحين ذا مو بكويس، والاجرام اللي كنا نسويه في المدارس ونهبل فيهم ونطب ونسرق يمين ويسار هذا كان كويس. قلت له يا فهد هذيك ايام راحت خلاص، ان شاء الله ما نرجع لذاك الطريق. قال لي يصير خير ان شاء الله. المهم يا جماعه الخير مر الاسبوع الاول الاسبوع الثاني، بيني وبينكم ريحه الشيشه بدت تغريني، وصرت اشيش معهم في الاستراحه، لدرجه اول موقف لي كنت وانا قاعد اشيش كلهم صاروا يضحكون، قال وين المطوع اللي في البدايه قاعد ينصحنا والشيشه والشيشه، والحين هذا انت تشيش؟ قلت يا عيال خلاص بما انكم قاعدين تشيشون كلكم بشيش، ولكن خلوكم ستر وغطى لا يطلع الكلام اللي قاعد يصير عند اهالينا، واذا جينا نطلع خلنا نتعطر ونطلع. والله يا جماعه الخير واستمرينا في هذه الاستراحه ما يقارب 3 و4 شهور. بيني وبينكم بعد 4 شهور بالضبط الا جانا وليد، وكان يعني وليد معطينا الثقه الدائمه، وكنا في ذاك اليوم قاعدين نستذكر الايام اللي كنا فيها في الاحداث. تتذكر فلان وتتذكر علان وابن فلان ذاك عرفته؟ اي والله عرفته، وش وضعه؟ ما ادري ايش طلع ولا ما طلع. المهم مع التذكر هذا كله والا وليد قال لنا قصته، والقصه الحقيقيه اللي كنا ما ندري عنها. في البدايه كان يقول انه هو شخص كان متعاطي كذا تعاطي بسيط ومسكوه، ولكن قال لنا قصته الحقيقيه وله فتره اصلا في سجن الاحداث. قال اسمعوا يا عيال انا بقول لكم كلام، ولكن الكلام هذا سر بيننا، تكفون يا احمد وفهد وحسين لا يطلع ذا الكلام، والله العظيم اني اقول لكم هذا الكلام من معزه. يقول حسين الصدق انا طلعت عيوني، قلت وش السالفه؟ شو الموضوع؟ وش عندك يا وليد؟ وش صاير؟ قال بعلمكم وش السالفه اللي انسجنت انا فيها اصلا في الاحداث. يقول له فهد قال ليه كنت تتعاطى وشالوك؟ قال انا اصلا ما كنت اتعاطى. قلنا كيف؟ وشلون مسكوك؟ قال بعلمكم السالفه الحقيقيه. انا يا عيال بيني وبينكم والله اني مستحي وانا اقولها لكم، ولكن وش اسوي؟ انتوا اخواني واخوياي، انا يا عيال والله ابوي بياع.
قلت بيع ايش؟ وش يبيع؟ قال يبيع مخدرات وبرضه شراب. يقول حسين قلت له صادق انت شلون؟ كيف يصير؟ وانت وش دخلك تنسجن؟ قال بعلمكم كل شيء لا تستعجلون. يقول في يوم من الايام انا اكتشفت ابوي انه يبيع الشراب ويبيع المواد المخدرة. وبالصدفة اكتشفت هذا كله. طيب وشلون وشفت ما ادري ايش؟ ان ابوي عنده حوش ويسوي فيه جماعة الخير المواد المسكرة ويبيعها على الناس الموجودين هنا في الاستراحات. يقول في يوم من الايام كنت مر احد الناس الموجودين هنا في الاستراحات. وابوي حوشه هنا ترى قريب ورا. يبعد يمكن ترى 500 600 متر. قلنا ايوه وش بعد؟ قال المهم زرت واحد الا اشوف سيارة ابوي واقفة عند احد المزارع واحد الاحواش اللي موجودة في المكان. المهم قلت ميت خوي وقف لحظات شوي. هذا مو ترى ابوي. قال ابوك اللي هنا. قلت ليه؟ قال ترى هذا يقولون عنه انه بياع. صادق؟ ابوي بياع. مستحيل يا ولد. قال بكيفك انزل وادخل ترى يقولون عنده اصلا المواد المسكرة يسويها جوا عنده. صادق؟ قال ايه والله. صدق يا جماعة خير وانزل من السيارة حقت خوي واروح للاستراحة حقت ابوي او الحوش حقه. وادخل عليه. الا والله صدق يا جماعة خير اشم ذيك الريحة المخيسة واشوف التوانك البيض والزر واشوف القدور واشوف اشياء كثيرة. ناظر فيني كذا ابوي هو كان قاعد يحرك بعض الاشياء. ناظر فيني قال لي وليد جابك هنا؟ قلت له يبا افا افا يا يبا انت بيع ذا الاشياء؟ قال اطلع اطلع برا وبجي اعلمك كل شيء. والله صدق يا جماعة خير طلعت برا الا ابوي جاني. قال اسمع وليد ايه انا ابيع بس اسكت لا تقول لامك وبرضه لا يدرون لا خواتك ولا اخوانك والموضوع هذا سر بيننا انا وياك واي شيء تبغاه يا وليد بعطيك اياه تبي فلوس اعطيتك فلوس ولكن اسكت وخلك ساكت. قلت له ابشر يا يبا يصير خير ان شاء الله. الصدق انا ركبت مع خويي وانا مقهور مره مقهور على حال ابوي 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 مره واحده يبيع والله يا شي ذا كسر بي. يقول مع الايام صار ابوي يعطيني فلوس منه ويعطيني فلوس منه صار يوفر لي كل شيء انا ابغاه. قلت له ايوه ايش بعد؟ قال المهم ما خلى شيء في خاطري الا شراه لي. المهم وليد يقول في يوم من الايام ابوي كلمني قال وليد ايش رايك تشتغل معي ابغاك توصل البضاعه هنا داخل الاستراحات. قلت له ابشر يا يبا وقال على كل توصيله راح اعطيك مبلغ. قلت له ابد انا معك. وصدق يا جماعه الخير صرت اشتغل مع ابوي وصرت اوصل المواد هذه المسكره والحبوب للاستراحات الموجوده. يقول في يوم من الايام في لحظه وانا قاعد اوصل وصلت يا جماعه الخير اللي جهه حكوميه وانا ما ادري صارت الشرطه مسويه كمين لي انا وما كنت ادري عن اي شيء وكان ابوي داخل الاستراحه. يقول المهم مسكوني وانا قاعد ادور حول الاستراحات وقاعد ابيع يا جماعه الخير مواد المسكره. يقول قبض علي الشرطي وقال لي تعال انت البياع اللي تبيع هنا صح؟ يا سيكل الاستراحات تعال انا اوريك. يقول خذاني وركبني الجيب. قال لي وين المكان اللي تاخذ منه البضاعه؟ قلت له ما عندي مكان وانا اجيب البضاعه هذه بنفسي. الصدق اني كنت خايف على ابوي. قال لي ما بقى انت يا البزر يعني تصلح مواد وزي كذا تخسي وتعقب هذه يبغى لها واحد كبير يفهم في الامور دي وينها؟ يقول المهم اشتروني كف كفين اعترفت على طول. قلت لهم اسمعوا المواد هذه انا اسويها داخل الاستراحه هنا تبغون تصدقون صدقوا ما تبغون تصدقون بكيفكم. يقول وليد انا والله خفت على ابوي ما ابغى ابوي ينسجن. وصدق يا جماعه خير العسكر لفوا مع اللفه حقه الاستراحه وكنت اتمنى اني ما اشوف موتر ابوي لان اتذكر ان ابوي قال لي انه هو راح يطلع من الاستراحه الان. صدق يا جماعه الخير في اللحظه اللي وصلت فيها الاستراحه كان موتر ابوي مو موجود. الصدق هنا ارتحت وخفت شوي. خذوني ودخلوني جوا قالوا لي وين واشر لهم لين وصلتهم يا جماعه الخير المكان الحوش حقنا. ناظروا قالوا هذا كله انت اللي مسويه؟ قلت لي انا اللي مسويه. قالوا لي مستحيل انت اللي مسويه مستحيل مستحيل لو تموت في احد يساعدك. الاشياء هذه الموجوده ما يسويها شخص صغير زيك لا 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 هذه الاشياء الموجوده في شخص قاعد يديرها. فقالوا لي اعترف ولا ترى راح نقطك السجن. الصدق انا كنت متخوف ولا ابغى اعترف نهائيا على ابوي. قامت الشرطه اتصلت على ابوي على انه ولي امري يعني. قالوا له كيف حالك ابو وليد اخبارك طيب راجعنا قسم الشرطه. وصدق يا جماعه خير اللي يجي ابوي قسم الشرطه ويحصلني في وجهه. قال لي شو السالفه وش في وليد وش مسوي؟ قال العسكري ان وليد حصلناه يبيع مخدرات ويبيع مواد مسكره حول الاستراحات وبرضه يقول عنده استراحه يصنع فيها. يقول وليد الصدمه ان ابوي سوى نفسه مصدوم. قال وليد انت بيع مخدرات هذه اخر تربيتي فيك. ابوي قلب علي يا جماعه خير قلبه 180 درجه. يقول وقام وطقني قدامه. العسكري قال له خلاص خله وان شاء الله نبي نتادب وبيدرسونا ان شاء الله في الاحداث بيعلمونا كل شيء. يقول ورحت بالقضيه هذه للسجن وسجنوني فيها. يقول وانا مالي دخل بس كنت اوصل وابوي هو اللي كان له كل شيء ولكن ما كنت ابغى سمعه ابوي تتضرر. قلنا له والله قصتك عجيبه يا وليد الصدق قصتك لو انا ما اعرفك يمكن اكذبك. قال لي وليد قال لي اسمع يا حسين ترى الناس عن الناس تفرق والبيوت اسرار وانا اخوك ولكن هذا اللي صار معي واتمنى انكم تسكتون. قلنا له ابد ما صار الا الخير والحمد لله انك طلعت وها عسى ابوك اهتدى. قال لي ان شاء الله انه اهتدى. المهم يقول حسين يا جماعه الخير بعد ما صارت السوالف هذه كلها واستمرت الايام وليد يا جماعه الخير حصل له وظيفه وتوظف فيها. توظف يا جماعه الخير مقاول او المخصصين حقين العقار.
العقارات، شركة كبيرة معروفة يعني فيها الخرسانات وفيها الأشياء هذه كلها. قلت وظف فيها وليد، وصار وليد يجينا ويروح بين فترة وفترة، ولكن علاقتنا معاه كويسة. يقول ولكن إحنا حالتنا المادية تدنأت بشكل كبير، ونبغى الآن يا ندرس يا نشتغل، واحدة من الثنتين. تدنت الحالة المادية ولا في شيء حرفيا نسدد فيه مبلغ الاستراحة للشهر القادم. إلا فهد طلع لنا بفكرة، قال يا عيال والله عندي لكم فكرة، وإن شاء الله الفكرة هذه فكرة بسيطة، لو نسويها والله يا حنا بنطلع فلوس بشكل فظيع. قلنا له وش الفكرة؟ قال الفكرة إن حنا نجمع حديد وناخذه ونروح نبيعه، ندورنا حديد يعني مرمى في كذا مكان نجمعه ونروح جماعة الخير حقات الحديد والسكراب ونبيعه فيه. قلنا له والله فكرة ممتازة، هل راح تجيب فلوس؟ قال إيه، الألمنيوم الكيلو فيه كذا، والحديد الكيلو فيه كذا، والنحاس برضو الكيلو فيه كذا، والله لو نجمع ونحط يدينا في يدين بعض والله نشتغل شغل مو طبيعي. قلت له ما بد، زين أنا معكم بالشيء اللي تبغونه، والله إني معكم، وين تبغون نبدأ؟ قال امشوا، أول شيء يبغالنا سيارة تكون زي الديدسون، يعني بيك أب يا جماعة الخير، ويكون فيها حوض ونعبي فيها الحديد حقنا. قلت لهم عندي، واروح يا جماعة الخير واجيب السيارة حقة البيت ومر فيها أحمد وفهد ونطلع فيها. وصرنا ندور على الأماكن اللي تكون فارغة وفيها مكبات النفايات، وصرنا نجمع الحديد منه ونجمع الأشياء منه وحطيناها جوا الصندوق. والصدق ذيك الأيام كانت الناس برضو تبيع نفس كذا، يقول خذناها ورحنا نبيعها جابتنا مبلغ يعني بسيط مرة. يقول طبعا المبلغ هذا ما تقسمناه، بقيناه عشان ندفع فلوس الاستراحة. يقول صرنا نشتغل يمين نشتغل يسار، ولكن الشغلة متعبة ولا هي بتجيب فلوس كثيرة. في يوم من الأيام وإحنا قاعدين نشتغل حصلنا يا جماعة الخير جنطين من جنوط السيارة مرمية، اللي هي الجنوط عرفتوها الألمنيوم أو الكروم. يقول خذناها وركبناها معنا ورحنا بعناها. يقول يوم بعناها والله جابتنا مبلغ دسم شوي. من بعدها يا جماعة الخير ومن بعد الجنطين هذه اللي خذناها، والله يا جماعة الخير من هنا بدت مرحلة ثانية في حياتي. صار تركيزنا كله ان حنا نجمع جنوط السيارات، ولكن ذا المرة جمعنا يا جماعة الخير جنوط السيارات بطريقة غير مشروعة. صرنا نسرق الجنوط المخصصة للسيارات، نتفق في يوم اثنين يفكون اثنين يرفعون، ونسرق السيارة ونوقفها على بلك ونمشي وناخذها في النهاية ونبيعها وناخذ فلوسها. الصدق يا جماعة الخير ان تحولنا يا جماعة الخير حرامية، حرامية بشكل لا يوصف. المهم يا جماعة الخير، المهم صرنا ناس صدق حرامية بما تعنيه الكلمة. يقول في يوم من الأيام جاء وليد من الشغل ودخل عندنا الاستراحة. مرحبا هلا والله، كيف الحال، أخباركم طيبين. المهم جلسنا وتغدينا سوا وقعدنا نسولف معه، وصار يعلمنا على العمل اللي قاعد يشتغل الآن. قال انتوا يا عيال ما حصلتوا شيء؟ قلنا له لا والله باقي ما حصلنا شيء من الوظائف. يقول لحظات إلا فهد قال له، قال ولكن الحين عندنا يعني يا وليد وظيفة سرية قاعدين نشتغل فيها. قال وش الوظيفة ذي؟ قال نسرق ونبيع، أي شيء قدامنا نسرقه ونبيع. يقول وليد يناظر فينا قال صادقين؟ اللي يقول له فهدي والله صادقين، اي شيء قدامنا ناخذه ونوديه ونروح نبيعه، واذا تخبر شيء موجود حولك يمين يسار تبغانا ناخذه قل لنا. قال والله فكره طيبه، ولكن وش تسرقون؟ قلنا له حديد، جنوط سيارات، مسجلات. يقول على هذه الحاله. قال طيب اسمعوا، تبغون تسرقون سرقه تطلعون منها فلوس؟ قلنا له كيف؟ اي والله ودنا. قال اسمعوا، في بقاله قريبه من بيتنا، والبقاله اللي يشتغل فيها واحد شايب مره كبير يا شيخ، لو يمسك واحد منكم يمكن يموت. وادخلوا البقاله هذه واسرقوا اللي فيها واطلعوا. طبعا يا جماعه خير قبل ترى ما كان في كاميرات نهائيا، ما في كاميرات ابد. المهم اتفقوا على هذه الخطه مع وليد كان معززهم. قال اسمعوا، انا بدخل وشيل البقاله بتاكد لكم موضوع، وبعد ما اطلع ادخلوا انتوا البقاله واسرقوا اللي فيها. يقول حسين قلنا له ابد تم، واللي تبغاه يصير. يقول جاء اليوم الموعود وتقابلنا عند باب البقاله، دخل وليد خذ فره في البقاله بعد طلع. يقول اشرنا من بعيد عشان ندخل. يقول وندخل احنا البقالة الثلاثة كذا خذنا فرة، في البداية كنا متخوفين. يقول الا احمد وفهد يمسكون الرجال وانا افتح الدرجة جماعة خير واحصل مبلغ يعني ما هو المبلغ الكبير، واخذ يا جماعة خير ونطلع من البقالة وننحاش. والرجال ورا قاعد يدعي الله ياخذكم من عيال وما ادري ايش. المهم سرقناه يا جماعة خير وطلعنا من عنده وركبنا السيارة ونحشنا. وصدق المبلغ هذا صار اكثر من المبلغ اللي قبل، يعني صرنا يعني نجلس 10 دقائق ونجيب مبلغ يكون شوي دسم. بعد ما قابلنا في الاستراحة وقابلنا وليد، المهم بعد ما تقابلنا وجلسنا في الاستراحة قال وليد اسمعوا يا عيال، تبون شيء ثاني برضو يجيب لكم فلوس؟ قلنا له ايه. قال والله طرت على بالي فكرة. قلنا وش الفكرة؟ قال اسمعوا، صح احنا مؤسسة مقاولات؟ قلنا له ايوه. قال عندنا المناشير الحديد هذه اللي تقص، وعندنا برضو معدات نقدر نستخدمها في الصرف، وش رايكم تمرون يعطيكم المعدات هذه وتخلونها معكم، وبعلمكم اماكن العماير اللي قاعدة تنبنى الان، روحوا اسرقوا الحديد اللي فيها وقطعوه خذوه معكم في السيارة وروحوا بيعوه. وصدق يا جماعة الخير
الخير. الفكرة هذه دخلت في مخنا وفكرة يعني جبارة. قلنا لا أبد يا وليد تم، متى نجيك للعمل حقك عشان ناخذ الأغراض؟ قال يا رجال لو تبون الآن تبون الآن قوموا صدق يا جماعة الخير ونقوم ونروح للعمل حق وليد، ويعطينا يا جماعة الخير الأدوات حقة القص، وعطانا برضو القطامات هذه الكبيرة عرفتوا اللي طرق طرق، يقول حطانا كل شيء. وصرنا يا جماعة الخير نمر على العماير اللي يقولها لنا وليد ونسرق منها، وصرنا نسرق في هذه العماير وناخذ الحديد اللي عندها وبرضو ونروح ونبيعه ونطلع منه فلوس. يقول حسين يقول في يوم من الأيام دخلت يا جماعة الخير أصلي العصر في المسجد. ركزوا لأي مرحلة إجرامية وصلوا لها يا جماعة الخير. يقول ذاك اليوم دخلت أصلي العصر في المسجد، يقول قلت الله أكبر، يقول صرت أناظر يمين وناظر يسار وأنا أصلي وعقلي مو معاي. يقول مو صرت أناظر يا جماعة الخير مكيفات المسجد وقول في نفسي المكيف هذا بكم ينباع؟ كم قيمته لو ناخذه؟ وصار الموضوع هذا قاعد يتداول جوا عقلي. المهم مرت الصلاة وأنا ما حرفيا استشعرت بأي شيء. يقولوا طلعت ورحت يا جماعة الخير المحلات حقت قطع الغيار وحقت المكيفات، بسألتهم قلت لهم عندي مكيف من الماركة هذه كم يجيب سعره ومستخدم؟ يقول قال لي مبلغ والمبلغ والله دسم. قلت خلاص زين واطلع من عنده يا جماعة الخير واروح عند أخوياي في الاستراحة وقول لهم يا عيال ما تعرفون مكيفات نسرقها شيء؟ اللي ناظر وليد قال سهبل، من يقدر يفك مكيف؟ خبل انت، ما حد يقدر يفك مكيف ابد، صعبة وتحتاج وقت. لا ما ينفع. قلت بالله يعني الموضوع كذا ما يمدي وما ادري ايش؟ قال لي والله ما يمدي. قلت له خلاص زين. شوي الاحمد يقول اسمعوا يا عيال في اسطوانات غاز عند جارنا، وش رايكم نسرقها؟ دائما يخليها برا، نجيب القطامه الكبيره بس ونقطعها من السلسله حقتها وناخذها ونروح نبيعها. قلت له متاكد ما راح تمسك؟ قال لي رجال ما يدري، ولا اقول لكم احتاج بس واحد معي. يقول حسين قلت له خلاص انا باجي معك. يقول صدق واطلع انا واحمد ونروح البيت. يقول دخلنا بيتهم قال لي اصبر شوي بنجيب القطامه ونبغى نقطع الغازات وناخذها وندخلها جوا بيتنا، بعد ما ندخلها من جوا بيتنا نبغى نطلعها مع الباب الثاني ونركبها السياره. قلت له والله فكره بطله يا احمد ذي. وصدق يا جماعه الخير فتحنا الباب وطلينا يمين الا والله ما في احد في الشارع، ونجيب القطامه طرق طرق ونسحب الغازات ونسحبها يا جماعه الخير. الغازات الكبيره الطويله تذكرونها كانت اول ما ادري انتم لحقتوا عليها ولا لا، غاز كذا طويل دائما كنا نشوفه عند الخبازين، انا عن نفسي ما كنت اشوفه الا عند الخبازين، ما يكون غاز صغير لا غاز طويل مره. يقول سحبناها طق 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 ودخلناها جوا البيت. يقول طلعنا مع الباب الثاني وحطيناها في الصندوق ورحنا. يقول طبعا وين راح نبيعها؟ يقول رحنا توجهنا المحل اللي يبيع الاثاث المنزلي المستخدم. وقفنا عنده كيف حالك مدير؟ طيب شوف عندي ثلاث غازات كبيره تبغاها ولا لا؟ يقول على طول قال ابغاها ويطلع لنا مبلغ والمبلغ كان قوي. قلت والله ذي حلوه واخذ الفلوس وحطها في جيبي. يقول نطلع من عند حق الاثاث المستخدم ومعنا مبلغ، والله المبلغ دسم. اللي ناظر فيني احمد قال اسمع ما نبغى نعطيهم الفلوس كلها ترى احنا اللي سارقينها ما لهم دخل فينا. يقول قول لهم ما حصلنا الاسطوانه واحده، ما راح نقول لهم عن ثلاث اسطوانات هذه اللي بعناها. قلت له والله اللي تبغى. صدق يا جماعه الخير حطينا مبلغ بسيط وقسمنا المبالغ الكبيره لنا ورحنا وعطيناهم المبلغ البسيط وجمعوه عنده. ومرت الايام وسرقنا اشياء كثيره في ذيك الايام لا تحصى. يقول حسين يا جماعه الخير في يوم من الايام دخلت الاستراحه الا وليد معاه جريده ايام قبل ايام الجرايد. قال لي اسمع يا حسين بوريك شيء بس لا تنصدم. قال شف وش ذا؟ واقرا الا يا جماعه الخير في خبر مكتوب على الجريده في ناس سرقوا ذهب وسرقوا غازات وسرقوا اشياء كثيره وانهم يحذرون منهم وراح حرفيا يتم اتخاذ الاجراءات معهم. بيني وبينكم انا خفت شوي. الا وليد يناظر فيني قال اخ صرنا مشاهير، صرنا يا رجل اكبر الحراميه الموجودين في المنطقه. قلت نظرت بوليد كذا وقلت له اي والله صادق اي والله اكبر الحراميه. يقول المهم في يوم من الايام من الايام حرفيا اللي كانت الايام الهاديه ما في اي عمليه سرقه نسويها كل يوم. يقول رحت صليت في المسجد وكان ذاك المسجد عددهم قليل اللي قاعدين يصلون فيه، وناظر يمين وناظر يسار لحد الان مكيفات في راسي مبلغها والله دسم، وكان موجود ما يقارب 13 14 مكيف سبلت، وبرضه كانت في المكيفات هذه الواقفه عرفتوها اللي تيجي جمعه خير واقفه كذا المكيفات في المساجد. يقول المهم حصلتها في المسجد اللي كنت اصلي فيه وكانوا ما يصلون فيه الا خمسه او سته. قلت والله المكيفات ذي لازم اخذها، لازم احصل لي طريقه حرفيا محنكه اقدر اخذ مكيفات المسجد بدون ما احد يدري وبدون ما احد يحس. ولكن لو بفك المكيفات هذه ال14 بتاخذ مني وقت كبير ممكن 3-4 ساعات. يقول المهم ذيك الايام برضو كان عمري 20 19 20 حدودها. يقولوا كان شكلي كبير وعندي دقن، يقول ملامح الكبر يعني باينه علي. يقول دخلت في ذاك اليوم الاستراحه وقلت للعيال سلام عليكم اسمعوا ادري الشيء اللي بقوله الان ممكن ما راح تصدقونه ممكن ما حد يشاركني هذا الشيء، ولكن اذا انتم معي ولا مو معي انا يا جماعه الخير باسرق مسجد. يقول ناظر فيهم كذا قالوا وش بتسرق المسجد فرشات سجادات؟ قلت لهم لا المكيفات. الا وليد يقول لي انت غبي كم مره قلت لك يحتاج وقت هذه ما تنفع تسرقها. ولكن الشيء اللي مستغربه يا ولد ما قالوا لي حرام ومسجد وهذا بيت الله؟ لا ما فكروا بالشيء هذا وكانوا معززين. يقول وانا كنت خايف من النقطه هذه انهم يقولونها. قلت لهم عندي الطريقه. قالوا لي وش الطريقه؟ قلت عندي طريقه راح نسرق مكيفات المسجد بدون ما حد يدري وبدون ما يشكون وراح تشوفون بعينكم. قالوا لي كيف؟
كيف؟ قال احتاج دينة. وليد تقدر تدبر لي دينة؟ قال دينة والله ما عندنا دينة ولكن بحاول ادبر. وصدق يا جماعة الخير كذا ابو ساعة ساعتين لوليد يكلمني قلت راح حصلت لك دينة ولكن تحتاج المبلغ الفلاني هذا. قال ها وش الخطة؟ قلت له امش معي. قال يلا الحين جاي. ويمرني يا جماعة الخير وليد ونطلع المكتبة. المكتبة عرفته حق الطباعة. يقول كلمت الرجال اللي قاعد يشتغل وقلت له السلام عليكم كيف حالك طيب؟ اسمعني ابغاك تطبع لي ورقة راح نعلقها على باب المسجد واتمنى يعني انك تسوي العمل الخيري هذا. قال وش تبغى اكتب؟ خلاص هذا مسجد اكيد عمل خيري بالعكس ابغى اخذ الاجر فيه. قال ابغاك تكتب ان المسجد تحت الصيانة. قال بس تبغاني اكتب كذا؟ قال اي بس. المهم طبعها لنا طق 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 وعطانا يا جماعة الخير حوالي 6 اوراق من الاوراق اللي تلصق عرفتوها؟ يا سلام. خلصت المهم خدت الاوراق ومشيت انا ووليد. قلت وليد مر عند محلات التكييف ابغى اجيب لي عمال. قال انت وش في راسك من خطة؟ قلت له بعلمك كل شيء لا تستعجل. بعلمك وش الخطة اللي راح نسويها يا شيخ راح اخليك تنصدم. قال يلا ونروح يا جماعة الخير محلات التكييف واكلم العمال الموجودين هناك. قلت احتاج 6 او 7 عمال يعرفون يفكون المكيفات بس وركبونها في الدينة. يقول ولقط لي كذا شخص وقالوا لي كل واحد المبلغ الفلاني. قلت هذا حق صيانة مسجد. العمال نقصوا لي في السعر شوي وصدق وخدت حوالي 6 او 7 عمال وركبناهم في الموتر حق وليد. قلت الوليد الان اتصل على الدينة خليه يجي عند باب المسجد. قال لي وش تبغى تسوي فيه؟ قال يا اخي اتصل وبس. صدق يا جماعة الخير يتصل وليد على راعي الدينة وتلبق الدينة بالريوس عند المسجد. يقول واجيب الاستكرات والزقها على بيبان المسجد طق 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 مع كل جهة. ولكن اسمعوا الموقف الفظيع. يقول دخلنا الا في وجهي يا جماعة الخير جماعة المسجد. سلمت عليهم سلام عليكم كيف حالكم طيبين؟ مكيفات ها كويسة ولا مو كويسة؟ يقول قالوا لي إيه والله في بعض المكيفات. قال لي لا تخافوا جينا اليوم نسوي لكم صيانة كاملة للمكيفات. وهذه الشركة المخصصة لإدارة المساجد واحنا الآن راح نسوي الصيانة هذه كاملة. الله يجزاك خير تبغون مساعدة؟ يقول حسين قلت لهم والله إذا بتساعدون والله شيء زين. يقول يا جماعة الخير واجيب العمال يفكفكون المكيفات ويرقون فوق السطح ويفكفكون المكاين. يقول والله يجزاهم خير جماعة المسجد قاعدين يساعدوني في السرقة. لا لا خل عنك نشيل عنك طق طق. يقول شالوا كل شيء وركبوه في الدينة. يقول كنت أعتقد إني بقعد 4 ساعات يعني 5 ساعات. يقول في ظرف ساعتين أنا محمل كل المكيفات هذه في الدينة ما يقارب 14 مكيف سبلت وثلاثة من المكيفات الواقفة. يقول خدت هالموم وقفلت الباب الحديدي وركبت مع راعي الدينة وانا جاي اركب الا مسك يدي واحد يتلحول والله اني انكشف وناظر فيه. قلت له مرحبا سم. قال سلام عليكم. قلت وعليكم السلام ورحمة الله. قال لي شو اسمك؟ قلت له اسمي حسين. قال حسين الله يسعد ذا الوجه ويكثر من امثالك بالله تكفى خلني احب على راسك اني طالب. قلت له لا يا ابن الحلال ما يحتاج. لا والله احنا عانينا مع المكيفات ويحتاج لها صيانة وكلها اخبار وشكرا انك اهتميت في المسجد. قلت له ابد الله يجزاك خير. قل واركب الدينة وقرع الدينة همش رح لين الاستراحة حقتنا. يروح يا جماعة خير لين الاستراحة حقتنا وننزل المكيفات فيها. يقول حسين قلت راعي الدينة اسمعني بكرة ابغاك تجي عشان نبغى نروح نشتري مكيفات جديدة للمسجد. قال لي خلاص ما عندك مشكلة عندك رقمي اتصل علي في الوقت اللي تبغاه. قلت له زين. والله يا جماعة خير واروح واحاسب العمال حقي المكيفات بعد ما نزلتها كلها الاستراحة واعطيهم فلوس. والمكيفات موجودة عندنا في الاستراحة. يقول وأكلم صاحب دينة ثاني لأني ما أبغى راعيها الأول أو راعي الدينة الأول يعرفني لأنه بيدري لو باخذها وأروح أبيعها بيقول ذا كذاب. وأكلم واحد ثاني ويجي يا جماعة خير يركب المكيفات هذه كلها وأروح أبيعها يا جماعة خير في محلات اللي يبيعون القطع المستخدمة. يقول بعت المكيفات كلها. يقول والله هني اغتنيت وجبت ثروة لا يعلم بها إلا ربي. يقول عطيت وليد فلوسه وعطيت أحمد شوي من الفلوس وفهد شوي من الفلوس إنهم ما شاركوا معنا ولكن ذيك السرقة سرقة ما أنساها أبد. المهم يقول حسين مرت الأيام. يقول في يوم من الايام مريت لم المسجد هذا اللي انا كنت اصلا سارق منه المكيفات وكان ذاك الوقت الحالي. يقول يعني بعد مرور ممكن 4 شهور 5 شهور. يقول المهم وناظر يا جماعه الخير المسجد صار فيه بس يا جماعه الخير 3 مكيفات واضح ان الجماعه تقطوا وجابوها وعرفوا انهم انسرقوا. يقول بيني وبينكم وانا ماشي والله جاني تهنيب الضمير. قلت يا اخي يا حسين يعني حتى بيت الله قاعد تسرقه؟ يقول بيني وبينكم جاني تهنيب الضمير وصار يأنبني الضمير يمين ويسار وصرت بعض الاحيان اضيق من نفسي. المهم يا جماعه خير. يقول حسين بعد مرور ممكن اسبوع او اسبوعين وانا في هذه الحالة دخل علينا وليد ذاك اليوم وقال لنا يا عيال والله يا في سرقة لو سويناها لا صدقوني اذا السرقة راح تكون سرقة مختلفة وراح تخلينا اغنياء بشكل كبير. قلنا لوليد وش القصة وشلون وش السالفة وصدق موضوعك يعني حمسنا شوي وش الموضوع علمنا. قال بعلمكم كل شيء اماني انا اشتغل في مؤسسة مقاولات والمؤسسة هذه يعني مسؤولة يعني على الديكور وعلى الاسمنت وعلى الحديد واشياء كثيرة يعني مخصصة الامور البناء يعني بالضبط ما ادري والله يسمونها مقاولات او لا ولكن مخصصة الامور البناء. قلنا لا ايه. قال اسمعوا
أنا في كل شهر أستلم فلوسي أروح أستلمها من عندي جماعة الخير الأمين حق الصندوق أو أمين المالية. الشخص هذا هو اللي يعطينا فلوسنا. قبل أمس جيت باخذ الراتب حقي وكانت الفلوس اللي عنده في الطاولة ما تكفي. قال لي وليد ادخل جوا معي. وادخل معي جماعة الخير لجوا وحصل جوا تجوري كبير. والتجوري هذا بعد ما افتح لي والله يا فيه فلوس. فلوس كثيرة مرة. لو نسرقها أقسم بالله بنغتنم فرصة مرة كبيرة. يقول حسين قلت له يعني كيف وشلون وش راح يصير بالضبط؟ شو الخطأ وش راح نسوي؟ كيف راح ندخل؟ مفتاح مع مين؟ كيف راح ناخذ تجوري؟ من راح يسمح لنا ندخل؟ قال كل هذه خلوها علي، ولكن انتم معي ولا ما انتم معي؟ يقول في البدايه كلنا قلنا له والله معك وبد اللي تبغاه يصير. قال اجل اسمعوا، ما راح نسرقها الان، راح نسرقها قبل الرواتب لانهم يحطون فيها الفلوس. قبل الرواتب بيوم بيومين نروح ونسرق هذه الخزنه. قلنا له ابد تم. المهم حددنا يا جماعه الخير اليوم الموعود اللي راح نجتمع فيه عشان نسرق هذه الخزنه قبل اليوم الموعود هذا بخمس ايام. يقول حسين انا بيني وبينكم ما ارتحت لهذا الموضوع نهائيا. قلت لهم اسمعوا يا عيال، انا والله ماني معاكم في هذه السرقه، والله يسر عليكم. يقول نظروا فيني العيال قالوا ليه وش فيك يا حسين عسى ما شر وش انت شايف؟ قلت لهم والله انا ماني مرتاح ولا عاد ابغى اسرق مره ثانيه، اذا انتم تبغون تسرقون بكيفكم اسرقوا. قالوا طيب يا حسين ما تبغى تساعدنا بشيء؟ تسوق السياره منا لان الخزنه كبيره والتجوري كبير، نبغاك تساعدنا فيه. قلت لهم لا والله ما اقدر. المهم قالوا خلاص اجل بكيفك والله يسهل امرك. الان باقي ما يقارب خمس ايام يسوون هذه السرقه. في اليوم الثاني انا كنت خايف على احمد، مسكت احمد على جنب قلت له احمد يا اخي تعزني ولا ما تعزني؟ قال والله يا حسين اعزك. قلت له يا اخي دامك تعزني تكفى كنسل ذا السرقه ولا تروح معهم. قال لي يا حسين وش انت شايف؟ قلت يا اخي ما ابغاك تروح معهم وانا والله اني متخوف عليك، وانت يعني رجال طيب شوي ولا ابغاك تطيح يعني في المشاكل هذه الكبيره. يقول قال لي احمد يا رجال مالك دخل فيني، انت الحين تجي تعلمني، لا تخاف علي، وش انا اصغر عيالك عشان تخاف علي؟ يا ابوي مالك دخل فيني بس وش تحسبني بزر؟ انا رجال كبير. قلت له لا هذا مو قصدي. قال الا هذا قصدك اني انا بزر وغبي وهطف ولا افهم شيء. قلت له لا والله انك فهمتني غلط. قال يا رجال توكل على الله بس. يقول المهم زعل علي احمد وراح قال الكلام هذا الفهد وليد، قال ان حسين جاء وكلمني وقال لي كذا 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 كذا، وجوني العيال زعلانين قالوا لي يا حسين اذا انت ما انت معنا لا تخرب. قلت لهم خلاص اجل فالكم التوفيق. يقول انا طالع اقول يا رجال بكيفهم يسوون اللي يبغون، ليه انا خايف عليهم؟ يقول حسين طلعت من الاستراحه ولي ثلاث ايام ما جيتها، وجاء اليوم الموعود واللي مخططين عليه والوقت اللي راح يسرقون فيه، والصدق فيني شيء جواي يقول يا اخي راح شف لا يجيبون العيد، بس عطهم نظره يعني من بعيد بدون ما تساعدهم بس ناظرهم. يقول حسين صدق واخذ سياره ابوي وطلعت لين الشغل حق وليد ولبقت بعيد السياره. يقول نزلت على رجولي اناظر من بعيد. يقول له اشوف وليد واحمد وفهد واقفين في السياره بينزلون الان، وكانوا يا جماعه الخير مختارين الوقت بعنايه اللي هو يا جماعه الخير الوقت اللي يكون فيه المحل مقفل ولا فيه احد. يقول وليد انهم يحطون الراتب في اليوم اللي قبله يعني اليوم اللي راح بيهاجمون فيه، وبكره راح يكون فيه الرواتب موجوده جوا التجوري. يقول المهم صرت اراقبهم من بعيد واشوفهم. يقول اشوف وليد معاه المفاتيح فتح الباب بعدين فتح الباب الثاني وراح فتح المكتب. يقول المهم حصلت وليد فتح ودخل جوا، وحصلهم يا جماعه الخير داخلين كلهم جوا، وبعدها دخلوا احمد وفهد وراه. لحظات كذا ابو خمسة وست دقائق وانا قاعد اشوفهم من بعيد الا يطلعون من المحل مسرعين ويركبون السياره ما معهم شيء، ولكن ماني قاعد اشوف شخص قاعد يلاحقهم. ايش فيهم من حاشين؟ قلت ممكن حاطين جوا ممكن كلب حراسه عند التجوري حاطين شيء، يعني الهروب اللي قاعدين يهربونه هروب ناس خايفين من شيء. يقول يركبون السياره وينحشون بسرعه. يقول لما شفتهم كذا انا والله توترت شوي ركبت سيارتي ورحت. يتخني اروح الاستراحه اسبق لهم عشان اشوف ايش عندهم. يقول لحظات الا دخل احمد الحاله الاستراحه، فهد وليد ما هم موجودين. يوم دخل لحصلني انا جوا قال لي حسين. قلت له هلا. قال تكفى. قلت وش وش فيك؟ قال تكفى اني طالبك خلني عندك. قلت له احمد ايش فيك ابوي؟ فيك شيء؟ قال بعلمك وش صار بس تكفى خلني عندك والله اني خايف. قلت يا ساتر وش سووا ذولي؟ وش موضوعهم؟ وش حاصل معاه؟ المهم خليت جماعة خير احمد على جنب وقلت له وين فهد ووليد وينهم؟ قال فهد ووليد راحوا. طيب وش السالفه؟ صار يا جماعه الخير احمد يقطع في الكلام متوتر. قفلت الباب حق الاستراحه وقفلت الشباك وقفلت الباب اللي جوا وجبت المويه قلت له اشرب وان شاء الله امورك بتزين اشرب. وصدق يا جماعه الخير بعدها كذا بخمس دقائق الا احمد يقول لي اسمع يا حسين تكفى اني طالبك بعلمك القصه كلها بس لا تقول لاحد اني انا قلت لك. قلت وش صاير؟ قال دخلنا جوا صح؟ قلت له ايه. قال وليد كان معاه المفاتيح ومعاه كل شيء. قلت له ايوه وش صار بعدها؟ قال يوم دخلنا وجينا بنفتح الباب اللي جوا اللي كان فيه رجال منسدح ونايم جوا، اول ما انفتح الباب قام علينا، قام فهد وخذ قطعه ديكور كانت موجوده على المكتبه، يقول قام وصقعها في الرجال، والرجال طاح وما تحرك ولا حركه، يقول الصقعه كانت قويه مره، قلت له الرجال مات؟ قال والله ما ادري، انا اصلا متخوف ليكون مات. قلت له قل لا اله الا الله وان شاء الله الامور بتزين، روق شوي. وصدق يا جماعه الخير اليوم الثاني الا مسجلين في الجريده ان الحراميه اللي موجودين في المدينه اعتدوا على
أحد المحلات أو المصانع التجارية وقتلوا شخص جواه لأنهم كانوا يحاولون سرقة أحد الممتلكات اللي موجودة للمحل. يقول أول ما أقرأ الخبر يقولون الرجال مات، يقول أنا انهبلت وتذكرت قبل يوم كان قلبي ناغزني ويقول لا تروح يا حسين لا تروح، خلهم يروحون وانت مالك دخل فيهم، والحمد لله اني ما كنت معهم. المهم رحت للاستراحه وكان احمد يعني تاكف الاستراحه ونايم فيها، دخلت عليه قلت له احمد بقول لك شيء بس لا تنصدم، قال وش تكفى؟ قلت له الرجال ترى مات. قال اما مات؟ قلت له والله انه مات. قال تكفى يا حسين قل غيرها، والله ما لي دخل، والله ما عاد اسرق، والله ما عاد اسوي شيء، بهدوا لي طقه بالديكور، انا ما لي دخل. يقول صار يصيح، يقول لحظات الا تغير الصياح شخص قاعد يكلم نفسه، قل انا ما لي دخل، انا هو اللي دخل وفهد خذ الديكور وطق الرجال فيه، انا ما لي دخل. صحيح حسين ما لي دخل. يقول حسين نظرت فيه قلت له ان شاء الله ما لك دخل، ولكن الحين انت وش بتسوي؟ قال انا ما سويت شيء اصلا، انا بس كله ركضت ركضتين ومشيت وما سويت اي شيء، هم قالوا لي تعال ورحت معهم. قلت احمد ركز شوي لا تصير خايف ذي الدرجه، ركز لا تتوتر انتبه. قال انا ماني متوتر. قلت له الا متوتر، روق شوي، انتوا الحين قتلتوا شخص. يقول اذا قلت له قتلتوا شخص ينهبل. انا والله ما يدخل، انا والله ما لي دخل. المهم يا جماعة الخير عرفت ان اخوياي اقتلوا شخص ومشوا، وليد وفهد مختفين لحد الان، مر اليوم الاول مر اليوم الثاني مر اسبوع وليد برضو فهد مختفين واحمد قاعد في الاستراحة، وكل ما مريت عليه ماكل الهم اكل، حتى قلت في نفسي ذا فضيحة لو طلع برا في الشارع والله ياهو بينكب اخوياه حرفيا نكبة كبيرة، بينكب على طول بيقول وليد وفهد بسرعة. صرت اجلس مع احمد في الاستراحة اهديه شوي، يقول واحنا جالسين الا نسمع باب الاستراحة قاعد يطق طق 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 طق، واحد يطق بقوة. قلت انا بطلع بشوف هذا مين. يوم طلعت يا جماعة الخير الا احصل عسكري في وجهي، قال لي السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. قالوا شو اسمك؟ قلت له اسمي حسين. قال عطني الهوية حقك. قلت له ثواني هويتي في السيارة. قال يلا قدامي، في احد معك في الاستراحة؟ قلت له لا ما معي احد. قال لي متأكد؟ قلت له متأكد، واذا تبغى تدخل ادخل شوف عادي. وصلنا جوا الاستراحة يا جماعة الخير كان موجود احمد. قال لا لا خلاص مصدق، عطني بس هويتك. واعطيه يا جماعة الخير البطاقة حقتي وناظر. قال لي والله حسين خلاص يعطيك العافية واسفين على الازعاج. قلت له ليه سلامات وش فيه صاير شيء هنا؟ قال لي نعم قاعدين نبحث عن اشخاص ويقولون انهم زابلين في المنطقة هذه. الاشخاص هذول يعني وش مسوين وش الخطة؟ يعني شيء مخيف نطلع من ذي الاستراحات شيء؟ لانك انت كذا والله خوفتني. قال لا ان شاء الله الامور في امان، لا تشيل هم امورك زينه، ابد ادخل ادخل. وادخل يا جماعه خير واقفل الباب وافتح الباب كذا وناظر لاحمد زابن في الزاويه كذا ومتمسك ومو حاضن نفسه يا جماعه الخير. قلت لاحمد هد شوي وقل لا اله الا الله وان شاء الله الامور كلها بتزين. قال عسكري اللي عند الباب صح؟ قلت له اي عسكري. قال يا الله شكلي بنكشف، والله شكلي بنكشف. قلت له والله هد انت بس وان شاء الله امورك زينه. الحين وين وليد وين فهد وينهم الان؟ قال والله ما ادري. واخذ الجوال يا جماعه خير واتصل على وليد. اتصلت عليه على طول رد علي هلا هلا حسين وش بغيت؟ قلت له وينك يا وليد؟ قال انا قريب موجود عندك. وش بغيت؟ في شيء؟ قلت له ما في شيء، ولكن احمد ترى وضعه مو بكويس. قال دريت وش صار؟ قلت له دريت بكل شيء صار. قال يا اخي حسبي الله عليه، انا قايل له يسكت يسكت لا ينكبنا. قلت له طيب انت وليد وش سويت؟ وش خطتكم؟ وش راح تسوون؟ قال لي وليد اسمع انا اموري زينه وكل شيء زين، جو التحقيقات وحققوا معي في الدوام وحققوا مع كل الناس الموجودين وراحوا وخلونا ولاحظوا ان كل اللي موجودين بريئين. قلت له طيب فهد وينه؟ قال فهد والله ما ادري وينه، اخر علمي فيه نزلته عند بيتهم وبعد اختفى. المهم يا جماعة الخير قلت الوليد زين زين الآن أنا أبغى أشوف فهد وينه وليه مختفي وش وضعه. والصدق أنا ما كنت أبغى أتواصل معاه قبل ولا أبغى أتواصل مع وليد عشان ما تكون يا جماعة الخير الشبهة علي، وخاف أنهم يرجعون للمكالمات بعدين ويقولون أكيد أنت معهم لو قبضوا عليهم. فاتصلت على فهد ولا بغيت أبين له أي شيء، دقيت عليه الدقة الأولى الدقة الثانية اللي هو راد علي. مرحبا فهد، هلا والله كيف حالك؟ طيب وينك مختفي؟ قال لي هلا حسين وش بغيت؟ وش تبغى؟ تبغى شيء؟ يتلافى ليه وش فيك قاعد تكلمني بالأسلوب هذا؟ قال لا بس إني أنا مشغول شوي، بغيت شيء مني الآن ضروري. قلت له لا والله بس بغيت أسأل عنك. قال لا أنا أبشرك بخير واموري زينة. وقفل الخط منه يا جماعة الخير. من بعدها ما اتصلت على فهد. ومرت يا جماعة الخير بعد السالفة هذه ما يقارب 3 أيام. رحت ذاك اليوم قلت أبغى أروح الاستراحة أشوف من فيها، هل أحمد فيها ولا مشى؟ وشوف عند باب الاستراحة ما في أي سيارة ولا أي أحد واقف، ولكن في سيارات يعني الاستراحات اللي جنبنا واقفة جنبنا أكيد، ولكن عند باب استراحتنا ما في أحد واقف. المهم وقفت يقول حسين وخدت أغراض معاي وخدت معاي مفتاح الاستراحة عشان افتحها وادخل. المهم فتحت باب الاستراحة وانا بالعادة اذا دخلت اخلي باب الاستراحة اللي برا مفتوح وادخل جوا ابغى افتح باب المجلس اللي جوا حق الاستراحة نفسها. المهم فتحت الباب اللي جوا ورحت يا جماعة الخير اغسل يدي عند المغسلة، وانا قاعد اغسل الا لحظات يا جماعة الخير بدون ما انتبه الا جاي يا جماعة الخير شخص من وراي وطعني يا جماعة الخير. انا قمت صايح في البدايه ما حسيت بالمها، ولكن شعور غريب قاعد احسه في جسمي ولف كذا ورا حرفيا بالبطيء. كان ذاك الموقف حرفيا سلو موشن يا جماعه الخير. يقوى ناظر كذا ورا الا اللي طعني فهد.
تلفات تطحني انا ليه؟ انا ما سويت لك شيء وانا ما ادري ايش. مع كلامي هذا يا جماعه الخير سحب السكينه مني وطلع من عند باب الاستراحه ونحاش واسمع طفحيطه احد السيارات. المهم من ذيك اللحظه انغمى علي وصرت ما احس بولا شيء. في وهله بسيطه يا جماعه الخير لانا في المستشفى وعندي الدكاتره ويقولون الحمد لله على سلامتك وامورك زينه وابوي موجود وامي موجوده ينظرون فيني قالوا حسين وصار عليكم انطعن. سكت ونظرت في ابوي وامي وانا منغبن جواي في قلبي نار. خويي وعز اخوياي من يوم ما كنا ندرس واحنا مع بعض وبرضه هو الشخص اللي نكبني ودخلني الاحداث. نظرت في ابوي وابوي يقول لي يا حسين قل لي من طعنك؟ تعرف من اللي طعنك ولا لا؟ قلت لابوي يا جماعه الخير لا يبا ما اعرف من اللي طعني. اللي اتذكر اني دخلت الاستراحه فجاه انا طايح على الارض والحمد لله اني انا بصحه وعافيه. يقول لهم جيت بتحرك احس بالام كذا في جنبي ما اقدر اتحرك يعني بشكل كويس. يقول لحظات كذا ابو خمس دقائق الا جايني عسكري. السلام عليكم حسين كيف حالك؟ طيب الحمد لله على سلامتك. احنا جايين بس نتاكد من الجريمه اللي صارت. الشخص اللي طعنك تعرفه؟ قلت له لا يا حضره العسكري ما اعرفه. قال ولا عندك اي عدوات قبل؟ قلت له لا ما عندي اي عدوات قبل. قال سرقت منك اغراض ثمينه؟ قلت ما ادري يبا جوالي موجود اغراضي موجوده. قال لي قلت لا ما سرقت مني اي شيء. قال فاكيد ان عندك عداوه قبل ولا ليه طعنك دام هو ما سرق منك اي شيء؟ هل حاولت تقاوم الشخص اللي طعنك؟ قلت له ما ادري انا طعني ومشى. المهم سكت عن الموقف هذا ولا كنت ابغى اضر خويي فهد نهائيا. قلت لو اقول لهم ان فهد راح تنفتح تحقيقات ثانيه وراح ترجع فيها يا جماعه الخير جريمه القتل اللي صارت قبل فتره اللي كان هو وليد فيها. سكت وقفلت على الموضوع وقعدت في المستشفى ذاك اليوم ما يقارب 4 ايام. بعد 4 ايام الا جاني خويي احمد وزارني في نفس المستشفى. سلام عليكم. هلا والله وش فيك حسين سلامات؟ قلت له لا الحمد لله الامور زينه. الا قال لي انا اعرف من اللي طاعنك. قلت له اسكت اسكت حتى انا اعرف منه. قلت عارفه؟ قلت اي اعرف منه. بعدين قرب من عندي قال منه؟ قلت لي طاعني فهد وشفته في اللحظه اللي طاعني فيها ولكن الله يحلله ويبيحه. قال لي اسمع يا حسين ترى قبلها انا كنت مجتمع معهم وكانوا مخططين برضو مو يطعنونك مخططين انهم يقتلونك. قلت لي انا وش سويت فيهم؟ قال يقولون انك انت ممكن تبلغ عليهم لانك انت الشخص الوحيد اللي يعرف انهم قتلوا. طيب انا قلت ما راح اعلم عليهم اي شيء ليه قاعدين يسوون ذا الشيء فيني؟ الا شوي يا احمد قال لي اسمع يا حسين تبغى نصيحتي؟ قلت له وش؟ قال بلغ علينا. يقول اول ما قال لي الكلمه هذه وصرت اناظر في وجهه اقول له احمد متاكد من الكلام اللي قاعد تقوله؟ قال لي يا احمد بلغ علينا والله ما اتحمل خسارتك ابد وانا لو ما سويت الشيء اللي يبغونه مني ممكن برضو انا يقتلوني. العيال تحولوا لوحوش حرفيا ما هم اوادم. اذا تبي نصيحتي تكفى يا حسين روح وبلغ علينا. قلت له خلاص بشوف الموضوع. المهم يا جماعه الخير طلع احمد من عندي الا صرت يا جماعه الخير ابكي ابكي من الموقف اللي صار. اخوياي اللي كنت اجلس انا وياهم وكنت اسوي معهم كل شيء اليوم يبغون يذبحوني. والله ان هذا الشيء قهرني بشكل كبير ولكن قلت حسبي الله ونعم الوكيل. صدق ان صحبة الناس السيئة دائما تدلك على السوء. ما توقعت في يوم من الايام ان الايام اللي قضيناها والوناسة اللي كنا نسويها انها بتنتهي زي كذا. يقول صار الهم يقلبني حرفيا يمين ويسار. شوي اللي جاني الدكتور وقال لي يا حسين راح نكتب لك خروج باذن الله ابو 3-4 ساعات راح يجون اهلك وياخذونك. قلت له زين يا دكتور. وصدق يا جماعة خير 2-3 ساعات الا جو اهلي وكتبوا لي ورقة الخروج واطلع من المستشفى وهلي جايبين لي ورد ومستقبليني حرفيا افضل استقبال. ورحت للبيت وانا حرفيا بين همين هل اروح ابلغ واقول للشرطة عن كل شيء ولا اسكت وانتظر اخوياي يذبحوني. ومن طيبي يا جماعة الخير اخترت الخيار اللي اصبر فيه وما ابلغ الشرطة. ولكن وقتها اتصلت على فهد جوال. اتصلت عليه المرة الاولى المرة الثانية ما رد علي. رحت واتصلت على وليد. في الاتصال الثاني يا جماعة الخير الا رد علي. قلت له وليد كيف حالك طيب؟ قال هلا حسين وش بغيت؟ قلت له وليد انا تخططون انكم تقتلوني؟ قال لا وش قاعد تقول انت؟ قلت له وش اللي وش قاعد تقول؟ ترى عرفت بكل شيء. بعدين قال لي ايه؟ قال لك احمد صح؟ والله لعلمك فيه وراح انا وفهد نذبحك انت واحمد خويك. قلت له يا وليد ليه احنا وش سوينا فيكم؟ قال لا انت راح تضرني بعدين وقفل الخط في وجهي. بيني وبينكم قلت الحين انا عرضت خويي احمد للخطر وانا الان في خطر. خلني اتصل على احمد وخليه يجيني البيت الان وادق على طول على احمد طق 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 واتصل عليه. السلام عليكم احمد تعال للبيت الان. قال لي وش فيك؟ تعال للبيت تراهم ناوينك وناويني. قال متأكد؟ قلت له متأكد تعال الآن. ويجيني أحمد للبيت يا جماعة الخير ونركب السيارة ونتوجه إلى قسم الشرطة. قلنا خلاص هذا الحل الأخير معهم ما عاد نقدر نصبر عليهم أبد لأن لو صبرنا شوي والله راح يقتلونا أعرفهم زين. ونروح يا جماعة الخير قسم الشرطة ونوقف وننزل. أول ما دخلنا إلا قدام العسكري قال وش عندكم؟ قلنا نبغى نبلغ عندنا بلاغ. قال وش البلاغ؟ قلت له خلنا هو شيء نجلس بعد راح نعلمك
كل شيء. قال لا بس عشان اسجلها في ورقة الدخول عشان تدخلون جوا القسم. قلت له بلاغ جنائي. قال لي خلاص تفضلوا ويدخلنا يا جماعة الخير ويودينا عند الضابط. الضابط شخص محترم لبق لأبعد درجة. دخلنا عليه السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب والله عندنا موضوع نبغى نفاتحك فيه. قال وش هو؟ أبد تفضلوا وحنا موجودين لحمايتكم، وش بغيت وش مزعلكم؟ بس قلت له تسمح بس اقفل الباب؟ قال قفل الباب. وقفل الباب. قلت له اسمح، شفت سوالف السرقات اللي صارت الايام اللي فاتت؟ قال لي ايه. قلت له انا مشارك في عمليه السرقات هذه. قال لي انت يعني جاي تسلم نفسك؟ قلت له اي انا جاي اسلم نفسي. وقال هذا اللي معك وش يبغى؟ قلت له بعلمك كل شيء، انا رجال ربي هداني والحمد لله ان اموري مشت، ولكن انا انطعنت من اخوياي لاني شفتهم هم يقتلون شخص. قال انت شفتهم بعينك؟ قلت له ما شفتهم بعيني، ولكن عرفت السالفه من الرجال هذا، والرجال هذا كان مشارك معهم في المحل حق الديكور والمقاولات هذاك اللي صارت فيه جريمه القتل. قال اهو انت كنت معهم؟ وش السالفه؟ وصار العسكري يا جماعه الخير يسمع مننا الكلام هذا كله. صار احمد يا جماعه الخير يتكلم بطلاقه، يقول ايه سوينا كذا وسوينا كذا، ولكن مو انا الشخص اللي قتلت، اللي قتل اللي هو فهد، خذ الديكور وضرب فيه الرجال وبعدين انحاشوا، وترى وليد موظف في نفس المحل وهو اللي متفق معهم على كل شيء وهو اللي منسق الامور هذه كلها، وانا يا احمد والله ما لي دخل، كنت برا قاعد اراقب. وقلت له اسمع حضره الضابط، انا توني طالع المستشفى واسال الناس اللي ماسكين قضيتي، في واحد جاء طعني من ورا ومشى، وترى اللي طعني هو فهد وانا شايفه، ولكن كنت ابغى استر عليه، ولكن جاني الرجال هذا وقال لي انهم ترى ناويين يقتلونك، وهذا احنا الان سلمنا انفسنا كلها. وصدق يا جماعة الخير إلا الضابط سجل بلاغ كامل وسجل حنا ناس جايين معترفين ومسلمين نفسنا للحكومة. قال إن شاء الله أنتم موضوعكم إن شاء الله بينحل، وإن شاء الله ما تأخذون جزء كبير لأنكم سلمتوا أنفسكم، ولكن الآن نبغى أخوياكم وليد وفهد. قلنا له والله يا حضرة الضابط وليد وفهد مختفين، ولكن نعرف بيوتهم ونعرف أشكالهم ونعرف أسمائهم. صدق يا جماعة الخير سوى بحث عن هذول الاثنين اللي هم فهد ووليد. قال خلاص ثبتنا المجرمين هذول، تقدرون تروحون بيوتكم. قلت له يا حضرة الضابط إذا ما قبضت عليهم اليوم أو بكرة ترى ممكن نكون ميتين نحن. قال اجل تبغوني احطكم في الحبس عندي وتجوا مره واحده؟ قلت لا ايه خلنا في الحبس لا تطلعنا الله يرحم والديك. الا الضابط يقول والله اني ابغاكم تروحون بيوتكم لاني ضامن انكم راح ترجعون مره ثانيه لو اتصلنا عليكم، ولكن اسمعوا تواجدكم في الحبس راح يكون شيء سيء، فالافضل من هذا كله وش رايكم تعاونونا وانا راح اسجلكم انكم ناس متعاونين انكم تسلمون اخوياكم للعداله. قلت له يا حضره الضابط انا جاهز بالشيء اللي انت تبغاه انا معاك. قال ابد اتصل على خويك وليد ووعده واحنا راح نطب عليه ونمسكه، وبعدها اتصل على فهد وواعده وبرضه راح نطب عليه ونمسكه. صدق يا جماعه الخير يقول حسين وطلع جوالي واتصل على وليد. قلت له وليد اذا تبغى تقتلني الان تعال قابلني وجه بوجه ما عاد تفرق معاي الدنيا. قال لي اسمع خرابيطك ذي ما بيها ومسوي نفسك انك قادح والله لا اجيك واذبحك. قلت له وليد اذا انت تقول انك انت رجال ولد رجال تعال قابلني الان يا ذابح يا مذبوح. قال لي تعال انا موجود في المكان اللي فيه الحوش حق ابوي الحوش اللي ورا الاستراحات، تعال اذا ما قتلتك حرفيا ما اكون انا وليد. وصدق يا جماعه الخير واركب السياره انا لحالي واتوجه له. طبعا وانا طالع العساكر وراي قاعدين يمشون باسلوب سري بيدخلون على وليد حرفيا وبيجلدونه جلد وبياخذونه، فكنت ضامن هذا الشيء كله. يقول مواصل عند الحوش حق ابوه وقف سيارتي واتصل عليه. قلت له برا اذا انت رجال تعال. اللي جماعة الخير ينفتح الباب ووليد طالع يا جماعة الخير بساطورة، وانا كنت جالس جوا السيارة وقفلت السيارة يا جماعة الخير، ويصير يضرب في القزاز الطقة الاولى الطقة الثانية مع الطقة الثالثة الا العساكر يا جماعة الخير ماسكينه ولافين يدهم كلبشينه ومركبين الجيل. اللي يناظر فيني وليد يقول لي والله الاذباح والله الاذباح. وعرفت ليه وليد واصل لهذه الحالة وصارت عنده القوة هذه بشكل فظيع. طبعا هذه ما هي بقوة لا هذا جنون يا جماعة الخير. جاء العسكري وقال للضابط اللي انا كنت متفق معاه قال ترى الرجال يحمل مادة ممنوعة والمادة هذه تجيب اشياء هستيرية، فعرفت ان وليد وقتها يتعاطى. وصدق يا جماعة الخير ترى التعاطي ينقلك من عالم يحولك من شخص طيب الى شخص مجرم بشكل ثاني مرة. الا شوي الضابط يقول لي اسمع يا حسين اتصل على فهد الان. واتصل على فهد يا جماعة الخير. قلت له فهد ابغى اقابلك. قال لا ما ابغى اقابلك انا. قلت له فهد ابغى اقابلك يا ترى لو قابلتك يمكن يصير لك شيء غير طيب. قلت له معليش بس ابغى اتفاهم انا وياك. المهم حدد لي احد الاستراحات وقال لي تعال فيها واروح له يا جماعه الخير لين عند الاستراحه وبنفس الطريقه. طلع فهد متفلت وهو في حاله هستيريه ما هو في عقله الطبيعي لحظات اللي العساكر شايلينه ومركبين السياره. المهم خذوهم للقسم. بعد ما خذوهم للقسم اللي يقول لي الضابط اسمع يا حسين بسالك سؤال واحد جاوبني اي ولا لا، انت عطيت الماده اللي بالاسم هذا؟ قلت له لا والله حضره الضابط ما تعطيت ولا شيء. قال طيب اخوياك الاثنين هذولي يتعاطون مادة تبدأ بحرف الشاء طبعا يا جماعة الخير، لأن هذه المادة تسبب أشياء هستيرية وتخلي الشخص يفقد عقله. ترى الشخص اللي طعنك ترى مو فهد، الشخص اللي طعنك هذه المادة اللي أثرت على فهد.
والحمد لله انك ما تعطيتها، ولكن الان راح نسلمكم للقضاء والنيابة راح تتكفل بكل شيء وراح تعرف وش موضوعكم، وانا بسلمهم الاوراق انكم انتم ساعدتونا وسلمتوا انفسكم. وصدق يا جماعة الخير رحنا للنيابة وحكمت علي المحكمة حرفيا بثمان سنوات سجن، طبعا هذا كله بعد التخفيف لاني يا جماعة الخير سرقت اشياء كثيرة وسويت اشياء في حياتي مرة كبيرة، ولكن الحمد لله اني اكتشفت الصواب بنهاية هذا الطريق. وخويي احمد يا جماعة الخير خذ ما يقارب 10 أو 12 سنة، اما يا جماعة الخير فهد خذ بحكم الاعدام، ووليد يا جماعة الخير خذ ما يقارب 19 سنة سجن بسبب الأشياء اللي سواها. يقول حسين طبعا في موقف ما أنساه أبد، يقول في ذاك اليوم حددوا موعد قصاص فهد خوينا، والصدق إني حضرت هذا القصاص وكان هذا الشيء قاعد يصير قدامي بسبب إنه تعرض شخص وقتله. يقول جاء جيب الشرطة حرفيا في ساحة القصاص ونزل فهد قدامي وخلاه يجلس جلسة القصاص، الجلسة المعروفة اللي الله لا يحطكم محلها أبد ولا يحثكم على أشياء الخطأ في حياتكم. يقول نزل السياف ومعاه السيف، رفع السيف وهو قاعد يقول بسم الله والله أكبر، وضرب السيف يا جماعة الخير وشوف رقبة خويي فهد قاعدة تدحرج على الأرض. ولهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم، أتمنى والله العظيم أني وفقت في هذه القصة وأتمنى أن هذه القصة تنال على إعجابكم. ولكن يا جماعة الخير في حكمة استفدناها من هذه القصة بشكل كبير، إن أرفقاء وأصدقاء السوء إذا ما غيرتهم في بدايتك والله العظيم أنهم في النهاية راح يودونك للهلاك. لا تستخف بالأخطاء البسيطة، هذول يستخفوا بأشياء بسيطة بدايتها كانت خراب ودخان وشي، بعدها تمادوا إلى مرحلة الحبوب والتعاطي. وبداية السرقة يا جماعة الخير كانوا يلقطون حديد طايح في الأرض وتمادوا ومدوا أيديهم على الممتلكات المخصصة للناس. فيعني لا تستهين بالسيئات أو الأشياء الصغيرة، لأن الصغير على الصغير يكبر ويصير كبير. وأشوفكم في أمان الله في قصة جديدة. سلام عليكم.